خرزة الشلامة بشمتوني ليك كل يوم من التروشة با هالقروتة ديلا مرترزة مغديقة طبت كت يوما قاري روثة وخمد يوما مثل دبابة وساوة دورك ياثا مشخو البي طبت أمانة مشحثة يعني شعر طب مشخو البي مغديقة علوم وتكنولوجيا هل تعلم قصص مختارة وأبراج خرزة شلامة بشموتني لي كد يوما من برسقالة كالدايا شلامة حلوية ودخكمي اكسايدد بتاو امن ارخم يقرا استاذ عصمت يوسف هما وبمين انخص الخبرة دي حل خايوثة حبية موضوع مثلا شد امو خبت شعر كم قريخل بقيلا تتمنق شخل اموخن كما لا تنهي عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذ فعلت عظيمه يعني لا غزيت الناشمي لبياذا وتود بياذا نقد طلي وآيت قد بياذا نفست غلط دياي قمت محكة امت ناشة محكي لقيانوخ ومعاد لقيانوخ بظر ديخ محكي لناشة انا محكي اندها بلشان عرباية امت استاذ عصمت مرحبا استاذ عصمت مرحبا عزيزي شلونك اخبارك تسلمين الله يخليك مشتاقين تسلمين اليوم حتكون وياي بهالوقفة ووقفة صخوت القشمة صحة الجسم احنا حاضرين ان شاء الله ان شاء الله طبعا نشكرك انه جيت ويانا بهالوقفة طبعا هي الدعوة لك ولكل مستمعي راديو الكلداني نعم. اذا عندهم اي فكرة اي يعني شو نقول رأي بهذا الموضوع يقدرون يتصلون بينا أو يكتبون لنا بالفيسبوك مال راديو الكلداني اللي يريد يتصل يقدر يتصل بينا عن طريق الرقم 619-635-3364
هذون اللي يسكنون بأمريكا وبكندا يقدرون يتصلون بهالرقم. اللي يسكن بالعراق، بالشرق، بأوروبا، بالأماكن الأخرى يقدرون يتصلون بالراديو الكلداني عن طريق واتساب أو فايبر. تخلون أول شيء المفتاح 001 وبعدين تخلون التليفون مالتنا اللي هو 619-635-3364، أو تقدرون تتصلون بينا عن طريق ماسنجر أخونا عدنان منصور، أو عن طريق الإيميل chaldeanradio@gmail.com، أو عن طريق الفيسبوك الراديو الكلداني. تكتبون إن سؤالكم رأيكم بي، وداخلين هسه ويانا بالفيسبوك هواي ناس. يا أهلا وسهلا، إحنا حاضرين لخدمة شعبنا وين ما كان، إن كان في العراق أو بلدان مهجر أو في أمريكا. لأنه هذا الراديو الكلداني عفوا هو فد مدرسة عالمية فعلا تخدم الأمة الكلدانية في كل أرجاء العالم فعلا، يعني هو فد نشاط جلوبال. نعم. يعني نشاط عالمي. نعم. فإحنا قدر الإمكان نحاول نوصل رسالتنا لخدمة أبناء شعبنا، رسالة هادفة. نعم أكيد. طبعا خلي أقرأ بعض الأسامي اللي دخلوا ويانا بالفيسبوك. الراديو الكلداني ويانا لما شوريس، صباح الحب والمحبة للجميع. شكرا لما عزيزتي، خاصة هالورد وهالصلات الحلوة اللي مخليتنا ياها. طبعا نشكر كل مستمعي الراديو الكلداني. عدنا ويانا فاروق تمرو، صباح الخير والورد المعطر للراديو الكلداني ولكافة المستمعين الكرام في كل مكان. شكرا جزيلا استاذ فاروق. عدنا من دالين يلدا اعتقد، شكر لكل عاملين بالراديو الكلداني على كل ما يقدمون للجالية العراقية من أغاني لمطربين من كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا. طبعا ما أدري إذا قرأت الاسم صح له، لا D-I-L-A-N دالن أعتقد، ألن دالن with the D. أدنى من كلام نواعم في هذا اليوم المبارك فالترتيلة إن شاء الله. يعني هسه أستاذ عدنان منصور وسيمون ساكا تسمعون هذا الطلب من أمنتن ليندا صناطي، تريد ترتيلة إن شاء الله نلبي هذا الطلب. أدنى من بهجة شابو، صباح الخير والورد لأحلى كادر راديو الكلداني. شكرا جزيلا. من فاروق تمرو مرة ثانية، ممكن أسأل الأخ عدنان منصور عن انقطاع الشماس مؤيد هيلو عن تقديم البرنامج الديني التي عودنا الراديو الكلداني أن نسمعه؟ طبعا يعني أستاذ فاروق تقدر تتصل بأستاذ عدنان عن طريق الهاتف 619-635-3364، وأكيد حيجاوبك. وأحنا نتمنى يرجع ويانا أستاذ مؤيد هيلو، لأنه صاحب معلومات قيمة ليس بس دينية وتاريخية. عدنا ويانا زهرة النرجس، صباح الخير للنوافذ والورود ورائحة القهوة، صباح الخير لكل الأشياء الجميلة التي تصنع صباحات أجمل، صباح الخير لكم أنتم. طبعا ينطينا أو تنطينا وجه ضاحك، شكرا جزيلا. وهنا أنا زهرة النرجس تقول يقولون ما يعيب إلا المعيوب، فعلا. طبعا هاي بالوقفة مع الأمثال وحكم. نعم. كان عندنا حكمة فهي جاوبت على الحكمة اللي ما يعيب إلا المعيوب. صحيح. فعلا فعلا. خاثرانيا التخ شمان بليت جيبخ، أنا كمان قماية ونخشلا مرابة وبحبة وشينة وبسيموثة تكل شماء دي ليه بشماء عندها آيات ميرخ شمت شعر واتصالات ولا لكذا مطرة إلا المطرة ديوم. آمين آمين إن شاء الله. فما دخل قصة وقام شيله باتصالات كبير ويوا ودها بشغل قماية أول اتصال دارخ آخر تلشمانة يلا. ألو 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 هلا يا بشينة. هلا وراني. هلا وعيني بشينة بعززتا نوال عوديش من أفرد ألمانيا. شكرا تود بس أنت بشينة جانا. يا بشينة بست نوال بهير برسقالة كلداية الأتقالة حلوية مسقلة. شكرا يا هلا خاثة جنان بست جنان أختو أختو وتو يعني عدولة بقدومة برنامج رائع جدا وخاثة من نوع خاثة جانا بسمتا يعني واخ ممنونين كل كم صورا كل ايه بالشامل اخو كنت يوم بياتو الا بشامي راديو ديا كلدان جانب بس انت عزيزته. شكرا وليوم بعد مبالغة وانا اكيد يعني
كلش كعنيان من محكوي قانق بس متعززته ايه لو قيانوخ واخته قول اديو امن قاود برس قالك لدى يا استاذ يوسف اصمت يوسف طبعا انك محكم ليش انا عربايا شت خصم شخل بخ ليش انا وخرت قابدا اروخ السورة اديو سورة عربي بتايا هر قلته بالي بالي كل ست نوال شمال اخ مثل دولة خاثة جنان ده ما يعيب الا المعيوب سمعتي المثل اللي قالته اخت جنان بداية الحلقه وحبيتي مثلا تكونين ويانا كمداخله ويانا أكيد. الاستاذ عصمت يا ريت تنطينا رايك بهذا المثل او الشعر اكيد المثل رائع جدا واتصور كل واحد يعني ماكو انسان ما غلط ولا يعني ممكن نصون نفسنا عن أشياء كثيرة بس أحيانا يكون ناس ينتقدون مفروض إحنا ما ندخل بالانتقاد ولا نظل نشجع على هالعادة السيئة جدا جدا لأن خلينا نشوف الإنسان يشوف عيوبه أول انظر القذى في عينك ثم الخشبة في عينك المسيح يقول والقذى في عيني رفيقك أو صديقك أو أخوك يعني ماكو واحد ما ممكن الإنسان يخلص من الخطأ نعم. ما ممكن الإنسان ما عنده أخطاء ما ممكن ممكن أن ينجرف إلى خطأ ما كان هو متوقع يمكن الظروف تدفع يمكن الأصدقاء اللي صادقهم يمكن المجتمع اللي هو بي وإحنا مجتمعنا نعم. كلش عند هاي الطبيعة وخاصة دا ألاحظ أنه يعني بزيادة دا تزيد كل ما يتقدم تتقدم البشرية بالنواحي العلمية الكمبيوتر الإلكترونيات الرؤية يعني دائما واحد يشوف اللاعب بالفيسبوك كذا هذا كذا هذا كذا هذا هذا كذا شوف هذا يعني العلم دا يأثر والتكنولوجيا دا تأثر بطريقة جدا جدا كبيره نعم. على عادات لان الانسان كان قديما وين يعيش اكثرنا كنا يعني مناطق محدوده مثلا من العراق او اي دوله صغيره في العالم احنا العراق كان كبير لكنه احنا اكثرنا كنا في المنطقه الشماليه نعم وخسر بغداد اكيد بعدين لكن كانت ايضا علاقاتنا محدوده الحياه ابسط نعم. الرضا اكثر كل ما يكون الرضا اكثر كل ما يقل الكلام عن هذا وذاك وممكن أن ينتقد الإنسان أحياناً لصالح لصالح, لصالح الإنسان اللي مقابله نعم. وحتى هناك أمثال كثيرة يقال أنك حتى لو كنت عالماً عليك أن تكون إنساناً فعلاً أولاً ثم يأتي بعد ذلك العلم فإحنا لو رجعنا إلى تاريخ الأجداد هذا موجود وقبله وقبله وبعده والتاريخ حتى قبل المسيح وبعده لكن كل ما يتقدم العلم والتكنولوجيا أتصور ما أعرف يعني هاي العادة صارت ذميمة جدا نعم وغير محدودة غير محدودة فحتى يعني أكو ناس حتى يشكون أو يخافون يمكن يخالطون هذا وذاك حتى لا يجيهم انتقاد فما أعرف يعني هاي الإنسان يجب أن يصلح نفسه ويفكر أنه ماذا فعلت ماذا قلت كل يوم يفحص ضميره وإن شاء الله يعني يكون عندنا إرادة أنه من نساعد اللي دي ينتقد الآخرين ومن شجعه من شجعه ممكن أن يستهزئون صحيح. يعني أكو ناحية الاستهزاء بالناس جدا كبيرة نعم والموضوع يعني جدا عميق وما يعني نهاية صح احنا بشر وما أعرف يعني يا ربي يكون يخلصنا من هاي العادة الذميمة الانتقاد نعم يعني صدق يعني الإنسان يحكي عن الخلق نعم وهو يعمل نفس الخلق يعمل يحكي عن عادة يتكلم صح. ويرجع لنفس العادة فهاي البشرية الإنسان مهما كان ووصل إلى درجة كبيرة يعني لازم يخطأ وبعدين إحنا ما نحاسب كل واحد على خطأ ممكن يكون خطأ يعني
الو ما صدر عن غايه او شيء او مثلا اي تصرف معنى هذا انه راح تنتهي كل العلاقات البشريه والانسانيه وحتى الصداقات صح. وحتى العلاقات بين الاهل والاقارب والاصدقاء لان الكلام الجارح يعني اكثر من السيف. صح استاذ اسمت شنو نعم. رايك بكلام ست نوال؟ الحقيقه ست نوال يعني انطت في التغطيه كلش حلوه تعليقاتها كلش عجبتني ما اعرف يعني ومنطقيه لا لا اني وياك قيلت كثيره اني وياك 100% اي بس احنا خلينا نختص يعني يقال اكو قول اذا اردت الافلاس فسوء خلقك يدعمك. اعتقد عندنا مداخله اخرى عندنا اتصال اخر. الو تفضلوا. الو الو نعم اهلا وسهلا. اهلا بكم يا اهلا وسهلا. من ويانا؟ علاء بولس. مرحبا باستاذ علاء. اهلا وسهلا بكم. صباح الانوار. صباح الخيرات والعافيه والابتسامة الحلوه. يعجبنا اكو اتصالات من مستمعينا الكرام وهاي يمكن اول مره تتصل بينا. نعم. نعم تفضل اذا عندك اي مداخله على هالموضوع يعني اهلا وسهلا بك. شكرا يعني جزيلا لكم واللي وضيوفكم الكرام. هذا البيت الشعري او القول الموجود لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. وهذا اولا احب انه انوه على فد موضوع بسيط كلش انه هذا جزء من قصيده يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم. هذه جزء من قصيدة يقال بأنها هي لأبو الأسود الدؤلي فعلا. وقسم من عندهم يعزوها إلى المتوكل الليثي الكناني. نعم هذا يطلق على حشاكم أنتو حشا المستمعين يطلق على الشخص المرائي اللي دائما ينتقد الاخرين على الكلام او على الملبس او على الماكل او على تصرفات معينه بالحياه العامه. ونلاحظ بعد فتره عندما نلتقي بهذا الشخص في مكان ما وانه هو هذا الشخص اللي انتقد هذه المفاهيم عند الاخرين نشوف انه يطبق هذه المفاهيم عينها نفسها. نعم فهذا يسحبنا الى نقطه اخرى أنه هذا المرائي اللي يقول عليه السيد المسيح له المجد نعم يقول له يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينيك صح. وحينئذ تبصر جيدا لتخرج القذى من عين أخيك فعلا بالضبط هو هذا ما يناسب هذا البيت الشعري اللطيف جدا من خلال قناتكم اللطيفة جدا وأنتوا ألطف طبعا اللي مقدمين هذا البرنامج جزيلاً. شكرا جزيلا وشكرا لكم على هاي المداخلة. شكرا لك اللي انطيتنا من وقتك وعلى هالكلام الجميل المعبر. شنو رأيك أستاذ؟ أولا السلام عليكم أستاذ علاء. السلام عليكم حبيبي أستاذ عصمت وزميلي بالرابطة الكلدانية. الله يخليك يا طيب ونشكرك على هالمداخلة الحلوة اللي هدفنا في راديو الكلداني إيصال الثقافة العامة والحكم والأمثال إلى أبناء شعبنا في كافة أرجاء المعمورة. تسلم. فإحنا من هذا في هذا الموضوع هذا هنالك العديد من الحكم والأمثال والأقوال. لكن أكيد. إحنا كمسيحيين نرجع إلى كتابنا المقدس وإلى سيرة السيد يسوع المسيح اللي قال انظر إلى القذى الذي في عينك قبل أن تنظر إلى الجمل الذي في عين أخيك. واو. يعني إذا شبه القذى في عين أخيك والجمل اللي في عينك. نعم. فتصور نعم. تصور حجم الشك وحجم الظن وحجم اللي باد مايندد نسميها بالإنجليزي. تمام. نعم نعم إيه. نعم. فإحنا هذه من هالآية الكريمة إحنا نأخذ نتعظ ونوعي شعبنا وأبنائنا أنه لا يزرعون الشك في قلبهم ويتأكدون من المقابل ولا ينتقدون المقابل قبل أن يشوفون شنو. أكو أمثال شعبية أخرى مثلا يقول لك إذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر. صحيح صحيح إيه؟ تمام. كلام لطيف جدا وهذا البيت الشعري طبعا لطيف جدا
بصراحة يعني جنابكم والآخرين الموجودين في 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 القناة يعني ده يوصلون الإنسان الكلداني أو المسيحي بشكل عام في كافة أرجاء المعمورة بمعلومات لطيفة جدا وببرامج هادفة جدا. شكرا. بصراحة أنا أستغل هاي الفرصة وأسف لتأخيركم أنه أشكركم جدا على اللي أنتم تقدموه. شكرا جزيلا. تسلم سيد علاء. تسلم عزيزي. إحنا نريد دائما نسمع صوتك مداخلاتك مشاركتك ويانا إن شاء الله. إحنا لازلنا في بداية طريق في هذا الراديو الكلداني. وهذا الراديو اعتبر كمدرسة ابتدائية. بداية الطريق نعم. نعم ولكن بداية مالكم جدا جدا ناجحة. شكرا جزيلا. تسلم. يعني فعلا ما يرغب إلى المستمع. احنا نبقى بحاجة إلى خدماتكم إلى إرشاداتكم إلى توجيهاتكم. واحنا الممنونين. الراديو إلى هدف. إن شاء الله نكون دائما على اتصال وتتصل بينا ونتعلم من الخبرة اللي عندك. وشكرا على هالكلمات الجميلة اللي قلتها. شكرا لكم والله يوفقكم في عملكم. شكرا. الله وياك. طبعا ست نوال متواصلة ويانا. من ألمانيا. ست نوال يمكن هسه مساء الخير يمكم مواشتك. مساء الخير. ساعة 6 العصر. انت يا ما كان في ألمانيا أي مدينة؟ أنا بلايبزيك. لايبزيغ. ها انا شايف المانيا 4 مرات. حلوه المانيا. شلون شفت استاذ عصمت؟ والله بلد معموره ممتازه. انا اخواني هناك اخواني واخواتي هناك. استاذ عصمت وست جنان عندنا اتصال اخر. تفضلي. الو الو. نعم. استاذ نويل. نعم. يا استاذ نويل عوديش ويانا وست نوال واستاذ عصمت. تفضل. صباح الخير استاذ نويل. شينا وسلامه. شينا قدمت خبرخته ان شاء الله صحه وعافيه. شي حمبارخ لوخن. شي حمبارخ لوخن. قانق بسمته. قانق بسمته. اديو التنعيه بيت شعر دي لكذا كم قريخ لعده مرات دي المعنى ديح انه اخنا قبل ما بتوخ بيش حكام تأو أو بتوخ انتقاد تأو أو شت غزي خجانن ومعدلو خجانن وبفر ديخ أو بمرخنا بعربي. ايه استاذ أصمت يعرف كل اللغة. أكيد. فبيت شعرك مرة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. نعم نعم. اتفضل. خماحورة جنداية ل استاذ ابو الاسود الدولي. نعم. لح خمسه لا خيول بانا بهوله بوالح تعلمه. انا لا ايمن كبن تدهاون بالخاشب ارخه طوطا وارخه جنديتا قوماني خيرن الماني خيرن خيرن الاولى شديد مش طاوه مني تديلت مني فاخني اخ ايت القسم مناش دائي موسى او لكو ارخي حطوطا ولك عواد حطاور ولك بغدامة علمة تكربة هيمانوتا فداي موسى كاو محكوري لهذه وآوى خدت ناشا محكيات حكاوي خروطة تبني ناشا فأميذ مارا صالح كيم الآيس لم حكت الغيروخ لم حكت البرقولوخ لم حكت انتوناشا طاودي بعياشا أمنح آيس الأود هادخ أتمندي خمندي قن حرابي له لأن آيت بالواشة فالوشتة لا حليتا وبهذا مفهوم إلو خلاطة وقيبت علما آيت إني معاد القيانوخ اشتاوي الخشيات وخطاوة اشتاوي البانوخ بولا تخاطر تاويبوخ إيمن خاطة تاوي الخاشة برخة لا حليتا النصحتة لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. هاي تلاو الطاوة ولاو الجنداية ولاو بغدامة علما يخيود بمالة تخا رندة وخوش ناشا وطاوة بمالة طالح هاي تلاو الطاوة يخيود هاي جزالة بمحكوي الليح هذه خمندي ليلة عدولة بحقه. ايه عدلتين وفيت ان امرن يخون ايت خخنا خما حورة خنا كيمر لو عرف الإنسان مقداره لو عرف لا تنهى عن خلق نتاتي بمثله كم آمرة بغير شكل علما ديخ كم آمرة لو عرف الإنسان عيبه ما عاب إنسان غيره
أنا الإذن أبي والإذن جاور غندا ديخ بياون سمحتك ياني تدمهي بنغيري دارخ المرن شو عمشيحة شو حطالح ميل ميت بهذا كنت نقرود بمالا مشلبة بأخونك أكل ما بنزيلك كديل بعينك كيم الوليد خزر مدى بعينك كمايا مصافي قرد وخايت كمايا مفروض مدى ديل بعينك بفردي غزيل في مرت أخونك دل الشيخ بنزيلك كدينك آني كلك ياوي من ملتانة حلوية وجنداية رطالا تتاوخ ناشد ركك بالخافة طاوة ومقدمك مادة من خدمتها طوطة تبنيناشا لها وخرب رقوب هذه وآوة ومحكوي اللي بلا عدلت لا ما حكيت سغده هو بس ما جيانوخ نشكر مداخلة نوئل عوديش أني وياك وكلامك كلش حلو واضح ومفهوم ونفس الوقت أستاذ علاء بولس أيضا انطفت رأيه كل زين وست نوال من ألمانيا أنت تغطي شاملا إحنا هالموضوع يعني هو هنالك كثير أدبيات وأمثال وحكم بس إحنا نرجع إلى أدبياتنا المسيحية اللي هو الكتاب المقدس رسائل بولس الرسول كلهم يؤكدون على هالموضوع أنه لا تشك لا تظن لا تسيء فهم الآخرين وبداية قلنا أن السيد المسيحي قال انظر إلى القذى اللي في عينيك يعني أنت شو قد قبل ما تشوف الجمل في عين أخيك هذا فالدرس إلنا أنه نكون صافي قلوبنا أنه نكون إيجابيين بقلوب صافية لا نشك ولا لأنه حتى يقولك المتهم بريء يعني في الأدبيات العربية فعلا يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته صحيح أنت مثل تقول فلان مو زين فلان مو زين بعدين يقول لك من كثير أمثال شعبية لا تحكي على على شرف الناس أو ذمة الناس فعلا. لأن أنت يجيك على يعني كسب على شرفك على ذمتك فإحنا هنا يعني نريد نعلم أجيالنا وأبنائنا إنه يبعدون الشك والشك والظن هو أرضا في مرض نفسي يقلق الإنسان يعني من ناحية سيكولوجية أو النفسية إنسان شكوك غير مرتاح فعلا. في كثير عوائل تشوف أنه عندهم ناس يعني مثلا زوجة تشكي من زوجها فعلا. يقول هذا شكوك ظنان أو بالعكس رجل يشك بزوجته نعم تمام فتشوف حياتهم تصير جحيم فعلا. بينما لو نيجي على هالكبل هذا نعلمهم نقول لهم يابا الشك مو زين الظن مو زين المسيح سيدنا المسيح قال هالشكل وسيدنا المسيح انطفت مثل بعد أعظم من هذا بس تفضلي أنت داخلة لا العفو بس ردت أذكر أنه ست نوال موجودة ويانا موجودة نعم تسمعينا سيدنا المسيح انطفت مثل بعد أعظم من هذا نعم من جابوا الإمرأة الزانية فعلا قال له لهذا زين هو ما عنده في إثبات إنه هاي زانية ولا لا صح. بس حكي من يقول لربما ليست زانية بس كان كلام اتهام. لربما الناس حاقدين عليها فعلا إيه فهو فعلا. شاف الأشخاص إن هم الشرانيين فقال من ليس منكم بخاطئ يرميها بحجر فإذا الشك فنوع خطيئة هي فعلا خطيئة يعني مثل تشك بشرف العالم أو بمال العالم أو بناموس العالم مثل ما يقولون أو بتصرف العالم وإلى آخره هو الشك أنه يجي الشك وبعدين يبدي الكلام يطلع بعدين شون الكلام هذا يصير مثل دعايات هذا فلان هالشكل هذا هالشكل احنا ما شفنا شون تنحكي وتننقل الحكي وخاصة من يتم نقل الحكي يعني صح. من واحد لواحد تزيد البهارات والفلفل وهاي بالضبط يعني التوصيل الكلام من جهة إلى جهة إلى جهة كل واحد بطريقته فعلا بالضبط وقلت لك انه هذا الشك هو مرض نفسي سايكولوجي فعلا فدائما احنا نحذر يعني مستمعينا اللي ابائنا اصدقائنا ابنائنا مريض نربيهم على الشك فعلا نعلمهم على الصدق لانه نعلم ابنائنا النجاة في الصدق فعلا فعلا يتركون الشك لانه الشك يتطور من الناحية النفسية يتطور أكثر وأكثر وأكثر يكون يصير مرض مرض نفسي يصير دمار يصير للنفس دمار يصير يدمر عائلة يعني كثير ناس مثلا احنا شفنا عوائلنا فعلا شك بتصرف زوجته أو تصرف أخوه أو بتصرف ابنه أو كذا هالشك سوى كثير مشاكل عائلية صح واضطرابات عالية نرجع هنا إلى التربية المسيحية الأدبيات المسيحية فعلا نقرأ الكتاب المقدس نقرأ الآيات نقرأ رسائل بولس الرسول نشوف كلها تدفعنا إلى اليقين نعم إلى ترك الشك والنظر بوجه أبيض العالم فعلا وعدم اتخاذ قرار إلا بعد ما يكون فيه إثبات صحيح يعني أرجع أقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته صحيح
وإلى آخره. صحيح كلامك ذهب. ويانا ويانا ست نوال متواصلة وأكو ويانا اتصال اتصال آخر هم أستاذ نوال وتأمن وتأمن بس ما جيانو التوخن نرد الأستاذ أصمت. أخي أخي دائما جيلخ أنا من دانل أوز البانا حلوية وبهورة بلا تكمول بلن تدئيد اختيخ قمايا أخي معدلخ أرخن أخي معدلخ أخلاق ديا بلا وهاو خناش طاول وجنداي برخشياتا هاو عواذا طاول موجه محكياتا مدامخ بأني ناش طاول دكمل بيلا أرخاتا حلوية بصرديخ أخني انخازخ ناشا تتغوي أرخي حلا حليتا بزال مسحخله بمرخله تدعث راخش بأرخة حليتا وجنديتها تتايبا كلهم دعيشخ خدخ مخ اغزادة وهاو اري بذات دغزادة وعواذا طابطا أم دغزادة تخد تايبا تخد مخ برناش موسى وملتا ديا وتزالا تقام الدعي موسى لها وقتا موسى كل يعني بخيال الآبي قلبي هذا دخ وقلبي هذا دخ أنا مدام البناشة طاوت دائما بلا. أن من دان أن يلبان اشتاوي بيرا طالا تدرخشخ بخشكا درخشخ بخشكا مترأسخ إنها هو يعني بيرا طالا مبلتيلا جالا بلخاتا حلوي وجنداي بس ما جينوخون بس ما جينوخ بس ما جينوخون جيوتن بشقالة أترخ حليسة أن من دان دكمريلة ما حور وكمريلة قديش وكمريلة ناشو طاوة ملفوتني لي ميالد من التديا تتاو كلا بغداد بغداما تتقايمي أن يالوذ ديا قولخ حليثة وجنديثة وماطي ومحقي جبونا ديا قول خيي داوي خيي نظيفة بس ما جيانوخ بس ما جيانوخ أستاذ نويل لف مداخلة بوش بشلامة منك كينا. هلو كينا هلا عمو ده اما ميقرت ست نوال ست نوال عند الجواب الاستاذ اصمت يا انا كلش خليه محكي لي كله وفعلا فعلا بس يتخمن دي بلا انه ممكن تخزيت خا او غذاء او اي من دي بلا بخزيت خا تصرف يمكن بتاو انسان فاضل وجيد بعدين بتاو تصرف معين صح احيانا اللي بخ آية الزالخ كنصيحة يمكن أي نصيحة معتبرة ذم ومعتبرة إهانة فخقصة صعبة إلى المجتمع دي ممكن أي دوخ لمجتمعات أوروبية إيه بس أخني المجتمع دي كلش يمكن بقلبه يعني لخاء كأنه يعني أي ذم يعني خمن دي رابي لأنه نهوي الأومن دي بناكر ولا هوي البجعس يعني في كل لحظة عدلت أنا فأنا كمرا يعني النصيحة بصورة غير مباشرة لا زال خائلح مباشر يمكن توي ما حكيت يعني بطريقة غير مباشرة بمرت خمندي خايص بس لا طالح فمستفد كبيرة كبوتو ما حكيان عربي لك 12 ليلة بفهم السورة أخني يوغ بفهمها اتمنى أستاذ أصمت لا خذي راحتك يا ست يعني كبير محكي بعربي ده شد قلبه خاصة يعني فممكن أن تنصحين الإنسان إذا كان أنت عندك ثقة به أنه راح يتقبل النصيحة لكن أكثر الأمرار أعتقد بهالزمان ممكن زمان قبل ممكن ما أعرف يعني يمكن يعتبروها إهانة كبيرة إلا إذا كان بصورة غير مباشرة ينصحوه هذه كل أو بطريقة سرية جدا ويمكن هم يعني الناس دا تخاف بهالزمان لأن كل واحد يعتبر نفسه أنه ما ممكن هو يغلط وأنه هو الكل وهو الكمال الكمال لله وحده فعلا. يعني ما عدنا كمال كلتنا الكمال فلله وحده فإحنا ما نقلل من شأن أحد إذا غلط أو نحاسبه كأنه إحنا لنا حق لا ما لنا حق ممكن أن إحنا تكون أخلاقنا جيدة تكون يعني فد مثل للآخرين ممكن الإنسان تشوفي أكو أشياء جيدة بيتاخذيها أنت والأشياء غير الجيدة ممكن ما تقتنعين بس تصور يعني ما ممكن ندخل بحياته مباشرة أنت هيك وأنت هيك يعني وأنت هيك وأنت هيك صعبة ما أعرف أنا أشوفها صعبة ما أعرف أنتوا تشوفها صعبة لو لا ما أعرف يا صحيحة صحيح أحب أقول لك فد شيء إحنا عندنا تربية بيتية يعني أنا من أنا طفل صغير كانت أمي كل يوم قبل ما تنام أو قبل ما ننام إحنا تحكي لنا فد قصة من قصة الكتاب المقدس
وتربينا على الفكرة هذه. هسه احنا في بلاد المهجر، تمام؟ بلي. احنا ما بقى نحكي اطفالنا قصص او نيوم، لان اطفالنا هسه ينام بالايباد وايفون وهذه، واذا اريد احكي له قصه ما يسمعني فعلا. مثلا فعلا. فتشوفين شلون. لكن شنو احنا نوجه ابنائنا واجيالنا اللي خاصه بالمهجر، انه نقول احنا كونه مسيحيين، احنا دستورنا هو الكتاب المقدس، حكم الكتاب المقدس، ايات الكتاب المقدس هو منهاج الحياه، منهاج الحياة، حتى نعيش إحنا كعائلة كأسرة محبة وسلام وأمان في هناء وشفاء، إنه لازم نعلمهم الأمثال. فهذا الموضوع اللي موضوع الشك والظن، لازم نعلم أبنائنا إنه الشك مو زين، الظن مو زين، إلى مساوئ أخلاقية أدبية، وإضافة يتطور إلى مسائل مشاكل صحية نفسية. يعني المرض النفسي مو رأس إنه يبدأ بالشك، لا، الشك يتطور إلى غير أشياء من ناحية نفسية. ده حكي الجاني تشوفين شلون. أكثر الشك غلط، أكثر الشك يكون خطأ. بالضبط، أكثر خطأ. يا ما يهجم بيوت، يا ما يهجم بيوت، يا ما يؤدي إلى انفصال عائلي، تحطم الأسرة، انفصال أسرة لا سمح الله. ليش؟ لأنه شك. فهو مو العفو ناتج عن حسد، ممكن يكون حسد، ممكن غيرة أو حسد. هذا الشكل جدا سيء اللي يعطم الإنسان ويوصله إلى طريق مسدود. يعني هذا اللي ناتج عن الحسد، والحسد عنده كثير كثير. تمام. يعني بشكل حسد، الغيرة، النميمة، يعني نعم، التفاخر، المغالاة، يعني إلى كثير أشياء. فاحنا لازم نخلي انه كلام سيدنا المسيح والايات الكتاب المقدس والدروس اللي نتعلمها من التربيه الدينيه مالتنا، ونقضي عليها. وهذا قلت شنو هالمثل، مثلا انظر الى القذى، تعرفين شو القذى؟ يعني هي قشه، اقل من قشه، من بقايا ماكل الحنطه والشعير. صحيح. شوف ايش قد حجمه صغير، ويقول الى الجمل الذي في عينيك اخيك. يعني انت عندك اكثر مشاكل، يعني انت تشوف على هيك الخيره. تمام. وبعدين العيوب تتصلح، العيوب البشريه ممكن اصلاحها. بس اذا شفتي اخوك مثلا غلطان، او قريب من من, من اقول اخوك، مو شرط اخوك، يعني جيرانك، ابنك، صديقي، زميلك بالعمل، ممكن يتصلح. مثلا تقولي له يا اخي هذا مو هالشكل، اترك الشك وابدا اليقين. نعم. اترك الشك وابدا اليقين، ان الحياه مع اليقين. ده تشوفين شلون؟ مثلا بدأ نعم، بدأ ما تقولي مثلا، أجيب لك مثل آخر، التفاعل وتشاؤم، تمام؟ فبدأ ما تقولي نص الجلاس فارغ، قولي نص الجلاس مملوء. مملوء. هو نفس المعنى، من تقولي نص الجلاس فارغ أو نص مملوء نفس الشيء. العفو أستاذ، يمكن عندنا اتصال آخر. تفضلي. ألو. 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 تفضل. مرحبا شباب. أهلا وسهلا. من ويانا؟ يا بشينا. أهلا بكم أستاذ حكمت. اهلا وسهلا استاذ حكمت، جورو المصور مالتنا العزيز. اهلا وسهلا، تفضل. زميلنا وصديقنا العزيز، اهلا وسهلا بك استاذ حكمت. يو ار ويلكم. مرحبا استاذ حكمت مره ثانيه. شوف كل الكادر يسلم عليك استاذ حكمت، انت شخصيه محبوبه يمنا بالاذاعه. فعلا فعلا. الله يخليكم. الله تستاهل. نورنا من الصبح، نورنا بكلامك الحلو. الله يخليك حبيبي. عندي مداخله صغيره، لان أدري أكو هواية اتصالات وهواية ناس، يعني الحقيقة كل ما حكيت الحجاز كان علاء صديقنا العزيز علاء كلش كلام حلو، وهذه الأبيات هي أبيات عطفة وحلوة. راح أقول لكم هذا طبعا رأي خاص. إنسان داخليا عنده ضميرين، الضمير الظاهر والضمير الداخلي. نعم. إذا كان الضمير الداخلي مالته يعني ميت، يحكي ويسوي ماله، يعني ما يباوع على غيره، ولا باوع على الحكي اللي حكيته بالشوكة ولا البعير ولا ما أدري شنو المدة، هذه كل القضايا هذه هو يتجاهلها. ليش؟ لأن الضمير الداخلي مالته ميت. الرأي ما شي باوع. حضرتكم هسه أنتم قاعد تقدمون برنامج رائع. ما يقدر يصل لكم. ما يقدر يصل. هذا برنامج ما بيعلامة استفهام، برنامج مشجع، بس شو راح يسوي؟ يقوم يحكي، يقدر يصير على النقطة اللي انتم وصلتوها،
مو بس انتو انا اقصد يعني كمثال انتو. بعد الانسان دائما يشوف الغلط بغيره ومو يشوف الغلط مالته، واذا تسوين غلط قد انت يوم تسوي صح ما تدخل بعينه. فعلا حتى مثلا ما ادري اذا اني صحيح او غلط، اكو ناس يعرفون اكثر مني بهاي الشغلات، قد ما تسوون انت صحيح قد ما تقدمون، فبيوم من الايام احتفظ الحكايه او اعملوا فرد عمل معين صغير ذاك يصير بنظره كبير. ما يقدر يصير. ما ادري استاذ عصمت اذا كان وياي والاخت من المانيا وياي وياك وياك استاذ حكمت وياك. بس يعني تعقيبا على كلام الاخ حكمت، اكو مثل يقول حسن الخلق حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، وسوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. يعني اكو واحد يتحاسب على القشايه اللي غلط، لكنه حسنات اللي سواها كلها ما يباعوها، ما حد يشوفها. فعلا فهذا بالضبط تقسيم. ما يحبون الخير للعالم. بالضبط اي شخص يحب الخير للعالم ما راح يحشي، راح يشجع. تمام. مثلا مثلا جهزت اليوم الصبح اتصلت فيها الاخت جنان وكانت تحشي على قديس، انا ما اعرفه. يجب ان اعترف انا اروح اشوف تعب الكنيسه. وضحت لي يجب ان اقبل هذا التوضيح من عندها. بعد احنا يجب ان نسمع لغيرنا او نتعلم من غيرنا. صح. وننقده او نشوف الاخطاء مالته. صح. ما ادري انا يعني على صحيح. شنو رايك استاذ؟ لا لا وياك وياك استاذ حكمت وياك. ما اني حتى نختصر الكلام، يعني احنا قلنا نرجع الى ادبياتنا المسيحيه، ادبياتنا المسيحيه اللي هو الكتاب المقدس، سيره سيدنا يسوع المسيح، سيره القديسين، تربيتنا البيتيه، كلها تعلمنا انه احنا نكون لازم نكون اوبتيمست متفائلين اولا. لازم ننظر الى الامور بنظره بيضاء وننسى نظره سوداويه. لازم نحن نتخلص من العقد مثل الغيرة والحسد والنميمة وإلى آخره، لأن يعني هاي كلها خطيئة. وانطينا أمثال من الكتاب المقدس وانطينا أمثال من الحياة. من الحياة. إيه وشفنا أنه أنا عمينا قلت لك أكو ناحية نفسية سيكولوجية. أنا أقدر أعطي تفسير نفسي علمي لهالموضوع هذا، بس إحنا مو كل الناس يتفهمون هالموضوع النفسي السيكولوجي. بس هي حتى تصير انفعالات على داخل جسم الانسان، يعني تصير اختلافات بالهرمونات بالاحاسيس. فبس شنو لازم الانسان يضبط نفسه، يعني هو يعلم نفسه بنفسه، يقول لا انا مثلا واحد يريد يخطب بنيه، تمام؟ كثير مرات تصير واحد ما يحب البنيه يطلع عليها كلام مو زين، تشوف مثلا يقطع قسمه البنيه هذه. وهذه كثير تصير عندنا بمجتمعاتنا. تمام؟ yeah. زين يا اخي انت شفت بعينك؟ لا قالوا حكوا. انت سمعت باذنك؟ اي سمعت فلان قال عن فلان. لربما هذا الشخص يعني نقل غلط. نقل غلط. عصمت. نعم نعم. استاذ عصمت رفضتك منين تجي؟ نعم. تجي من الغيره والحسد. نعم. من الحسد. نعم. قلت لك اياها اذا انا ما اقدر اوصل اليك احكي عليك. يعني اكثر من هذا المثل، امراه زانيه جابوها حسب شرع موسى الزانيه ترمى. ترمى بحجر حتى الموت. نعم. فسيدنا المسيح يعني ما قبل هالشيء هذا. تمام؟ من يقول هي زانية؟ شو إثباتك؟ تمام؟ ما قفد إثبات في الدليل يعني. تمام؟ ولذلك قسم من عندهم. نعم. تسمع أستاذ عصمت، قسم من عندهم من يكون عندهم غلط ويشوفون الغلط مال غيرهم يحبون أن شو اسمه يطمون الغلط مالهم. نعم. يقول شوف غيري ايش سوى. أنا سويته مو لا شيء. زين أنت ليش تسوي هذا الشيء؟ هو غلط. لا 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 كلامك ما أي كلامك صحيح. فلذلك إحنا ليش نقول لازم إحنا نوعي أبنائنا عوائلنا وخاصة أجيالنا اللي إحنا بالغربة، إحنا في بلاد المهجر، إنه نرجع إلى أدبياتنا المسيحية، إنه لا تنظر إلى القدر انظر إلى القدر في عينك. هالمثل لازم دائما نحكيها أولادنا أبنائنا بناتنا حتى هم منا يحجوا الى زملائهم مثل من الامريكان من غير جنسيات، ان كان في امريكا ان كان في اوروبا. احنا نريد نعلم المجتمع، لان احنا اساسا احنا قاده المجتمع كاحنا ابناء. استاذ اصمد بس عندي مداخله، اريد بس اقول استاذ حكمت، استاذ حكمت انت معلوماتك كلش حلوه كانت، يعني المداخله مالتك عن القديسين يعني اعرف يعني انه عندك معلومات حلوه، بس هي كان اكو شويه شلون سوينا غربله بين اسمين، يعني كانت يمك شويه شلون متداخله،
بس أنت معلوماتك الدينية جميلة جدا، وأنت إنسان مثقف من هالناحية بشكل الله كبير. الله يخليك. يعني هاي شهادة مني إلك. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. وإحنا نتعلم من عندكم صراحة. يا شكرا جزيلا. بالعكس يعني. اللي يفتح الراديو اللي يستمعين كلهم قاعد يسمعوني. نعم. اللي يفتح هذا الراديو اليومي يتعلم شيء. شكرا جزيلا. شكرا. تعرفين كل ما عدنا إحنا المعلومات وكل ما عدنا مثقفين يجب أن نسمع لغيرنا ونكتسب. أكثر وأكثر وأكثر. شكرا شكرا جزيلا. وسلامي لكم وسلامي استاذ علاء الورد. هذه المداخلة الحلوة. شكرا جزيلا استاذ حكمت. الله وياك. شكرا. مع السلامة. شكرا عيني. الله يخليكم كلكم. يلا باي. تفضلي ست أمل. بس عندي تعليق على القضايا السيكولوجية اللي قالها الأخ وتغيير الهرمونات وكذا. يعني هو الإنسان خلي يكون عنده ثقة بنفسه قوية. وما يهمه إذا يهمه مدح الناس خلي يهمه الذنب. يعني أنا دا أسير بطريق كأنه ما دا أشوف نفسي، مو ماكو حد منازل ولا عند الكمال لله. صح. بس صح. ممكن عندي ثقة بنفسي أنه أكيد أنا ما ممكن أن يمدحوني الناس على طول. وليش يعني لا، أكو أشياء ممكن يشوفوها خطأ وأنا أشوفها صح. فالثقة كلش تخلي الإنسان أنه ما يهم سوى مدحوه أو ذموه، لكن الكلام اللي هو يعني خطأ الناس أنت ما شايف ولا متأكد من الموضوع، فهذا هو الخطأ الكبير. يعني هذا الخطأ الكبير، فإحنا ما يصير نقلل من شأن أحد أبدا. صح. صحيح صحيح. ست نوال أزيدك في المعلومة. نعم. هالموضوع النفسي والسيكولوجيا، أنا صيدلي كيميائي مارست الطب والصيدلة أكثر من 40 سنة. نعم. فأقدر أشرح لك إياه في ندوة خاصة إن شاء الله. إن شاء الله قديمة. التغييرات النفسية والسيكولوجية بالهرمونات تصير في حالة الشك والظن. فعلا. بلى صحيح. نعم. نخلي على فرصة ثانية. أدور شك قوي. أسوي موضوع. شك قوي. إن شاء الله. حلقة خاصة. يعني تختلف آراء الناس ومواقفهم. بالفعل. بس هناك حقائق علمية. التربية البيتية. كل هالشيء يعني الأمور الطبية والنفسية كلها أنا أجمعها بمجرى واحد وهو التربية البيتية. نعم. المسيحية. جو البيت. إنه دستورنا المسيحي. وإن إحنا لازم نقتدي بكلام سيدنا المسيح والكتاب المقدس بأمثال كثيرة. هذا أكثر هو معالجة نفسية. فعلا صح. يعني أنا بدل ما أعالج الناس بأدوية بكذا، لا، تأثير النفسي بأدبيات الكتاب المقدس هو أنفع. إحنا شفنا بالتجربة من خلال يعني تجاربنا. صحيح. أنفع للناس من غير شيء. صحيح. يعني من تيجين تعالجين واحد شكاك ظنان. أنا كثير مجارب من جاية براسي. واحد شكاك ظنان، إذا أقول له قال فلان وقال فلان يقول من فلان. لكن أقول له قول سيدنا المسيح ما يقدر ينكر، ما يقدر يناقش. هذا كتاب إنه هو قال السماء وتزول وكلمة مالتي ما تزول. فعلا فعلا. شاف شلون أبواب الجحيم لا تقدر عليها. فعلا. هذه أدبياتنا. فهو يقنع. أقول أجيب له مثلا، شوف في الموقع الفلاني سيدنا المسيح قال كذا، في الموقع الفلاني رسول بولس قال كذا وكذا. هذه أمثال أيضا تأثر على نفسيته وتأثر على تفاعلاته الجسمية وتأثر حتى على الهرمونات في نفسه. فعلا صحيح. شايف شلون؟ إيه. فهذه المعالجة. يعني أنا ما أقولش أكو كثير ناس حتى في عوائلنا شكاكين ظنانين ويسوون مشاكل عوائلهم. بهالأسلوب أنا أنصح الناس أنه بهالأسلوب نقدر نعلمهم أنه نرجع إلى أدبياتنا. أدبياتنا المسيحية هو الحل الأمثل لحل هالمعضلة هذه، لحل هالمشكلة هذه. ومن الله التوفيق. صحيح. هذا إذا مستمر العوائل على طريق المسيح، وإذا العوائل التربية الدينية اللي بالبيت هل يفتحون الكتاب المقدس، اتصالهم بالكنيسة كل شيء اللي هو خاص بالمسيحية، لأن أكو عوائل ما عندهم أي ثقافة مسيحية. يعني إيه مع الأسف. فمو كل واحد راح يتقبل أنه راح تقول له بهالطريقة. يعني هو الطفل من هو بالبيت، يعني هاي أنت تعرف من الست يعني إلى 6 سنين تبدي، يعني الطفولة هي اللي تنغرس بعماق الواحد شنو تعلم شنو سمع. صح. يأثر المجتمع بعدين وتأثر، بس إذا العائلة ما منتزمة دينيا شوية يعني صعوبة. ومجتمعاتنا يعني هسه أنا صح نشوف ناس بالكنيسة، نروح الكنيسة
سيح عجبا يا ترى، هل هؤلاء الناس حتى داخل الكنيسة ينتقدون واحد الآخر؟ هنا هو الخطأ الأكبر، يعني داخل المكان المقدس. فما أعرف إذا يا ربي إن شاء الله إن شاء الله شوية شوية توعية تتفهم هذا الموضوع. توعية صحيح. شكرا ست نوال على هال العفو. يعني الكلمات الحلوة، شكرا جزيلا. لكم وتعبكم طبعا، وأكيد أكيد برنامجكم نور. شكرا شكرا. احنا مثل ما قلنا شكرا للجميع، ست نوال كانت موجوده هنا ناخذ من تجاربهم ورجعت، بس احنا وراها ما راح اخليها. طبعا ست نوال سلمينا سلمينا على كل ناس الموجوده بالمانيا، يعني من جاليتنا وغير جاليتنا. ان شاء الله بشوف نشوفك هنا عن قريب. باي ذا واي، شلون الجو يومكم؟ اكو ثلج؟ اكو مطر؟ كان اليوم رايح يعني الجو. انا الحمد لله يعني صار لي يوم ونص واصلة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. بس مشتاقين من هسه ان شاء الله. بس خبرة ثانية قلت لا 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 لازم يعني اشارككم في كل يا شكرا إن شاء الله. شكرا جزيلا. وانا الممنونة. شكرا جزيلا. شكرا ست نوال عزيزتي. مع السلامة. مع السلامة. سلامة للكل. مع السلامة. طبعا استاذ أصمت، هنا انا هسه عندي بعض التجارب اللي سمعتها، يمكن مالتي يمكن مال غيري، يمكن هسه اذا اقولها اللي يسمعني يقول لها هاي علي، بس هي تجارب موجوده بالحياه. خاصه احنا حنحكي هنا بسانتياغو، اشياء صارت سمعتها شايفتها فعلا من الواقع. ما انتقدت، بس انت شنو رايك انت واخت رانيا، ويمكن هم اخت رانيا تحكي لنا بعض التجارب هم أكيد. اللي سمعتها او داخله بحياتها. مثلا اني كل شيء يمي ولا احد يحكي على بنت هذه نقطة جدا مهمة. احنا يعني عانينا منها بالبلد، احنا اكثر يعني ما صالي مدة طويلة في امريكا. استاذ اصمت نعم. اخدمك احنا انا هاي سالفة القيل والقال يعني فشي مستحيل، خاصة اذا واحدة يسألوها عندها بنات تريد تزوجهم، يسألوها على بنت اخرى، ذيك تريد تخرب على ذيك البنت على يجون على بناتها. ليش عزيزي؟ وشنو وفعلا فعلا يعني خربت علاقات، خربت زواجات، خربت خطوبات اللي صح. كانت حتنبني لذيك البنت حياة حلوة وجميلة وهاية بسبب القيل والقال. من انه مثلا يقولون لا هذا الولد سقط، هذا الولد هالشكل، بعدين يطلع كله كذب ورا سنين. صح. او تاخذ البتها. بس يشوفون خير يعني ايشي اقول ما اعرف يا يعني معقولة مثلا تتهنى يعني ما اعرف يعني هالقيل والقال خاصة على البنات، هاي اعتبرها يعني خطيئه مميته، يعني فعلا خطيئه مميته. بهذا هذا الموضوع اللي حكيتي هسه سجنان، استاذ عصمت تعتقد انه هذا الشيء يجي من الجهل؟ لو لا مو الجهل، لو هم له علاقه لا بال ما له علاقه بالثقافه، هذا هو تربيه الانسان. تربيه الانسان شلون تربى بالبيت، شلون مثلا قله الايمان. نعم. لو مؤمن حقيقه بالمبادئ المسيحيه يقول نعم. هذا ما يجوز. يعني انت اذا تقولين امثال، انا اعرف عده امثال ناس خطبوا ووصلوا الى مرحله الزواج وزعوا كارتات. نعم. ايه؟ كارتات فعلا مره صارت هنا بسان دييغو فعلا مع صحيح اصدقاء وصل كارتات. ايه؟ واني كنت اريد اكتب له انه راح احضر اني وزوجتي نفرين. ايه؟ شت صدفه نفس اليوم مو يحجزون الارقام مثلا كم شخص راح يحضر العرس. نعم. انه تفركشت القضية. واو. شلون كذا؟ قال ماكو قسمة. زين. احنا نعم تأسفنا انه احنا نريد نجمع راسنا بالحلال. فعلا. ونكون اسرة ونكون عائلة. نعم. فد شيء زين مثلا. ايه. فبعدين سألنا انه مثل ما قلتي قال والقيل. قال والقيل. شكوك وظنون وما له اساس من الصحة يعني. فعلا. ما له اساس من الصحة مع الاسف. وكذا حتى بالعراق من ايام ناس خطبت وكذا وصلت الى مرحله الزواج يعني صح. بعد يعني مرحله عقد القران وش اسمه العقد البراخ خلينا نقول وهم هنا فشلت لانه قال والقيل فلانه كانت عند علاقه ويا فلان فلان عنده كذا كذا ابوها كذا امها كذا خالت خالت تطلع ماكو شيء حتى لو اكو شيء يعني بلكي مثلا كان رجعت يعني حتى إيه حتى مثلا افرض شخص اقاربه سيئين المثل العربي يقول لا تقل اصلي وفصلي كذا انما اصل الفتى ما قد حصل فعلا تمام واحده يخطب بنيه تطلع خالتها مو زينه عمتها مو زينه يربطون تمام ما له ذنب يعني مو يقول مو زينه مو يقول كذا فلا تقل اصلي وفصلي كذا انما اصل الفتى ما قد حصل
انت تشوف الشخص المقابلك راح تعيش وياه، راح تاخذه، راح تكون اسره، اخلاقيته، اسلوبه كذا، وهذا هو هذا اساس الحياه. صح استاذ اصمت، هي مو بس وصلت يعني تكتب كارت، لا وصلت الناس تيروحون للقاعه وتيرجعوهم تيطلعون غراض القاعه يقولون ماكو، يعني وصلت ايام البراخ. يعني الناس يروحون للعرس مع الاسف. اي مع الاسف وهم عندهم اكثر من سنه مخطوبين، يعني خلال سنه ما وصلت يمكن الحكايه، وهم هنا مو مثلا كل واحد بفت ولايه، لا يعني هذا الشيء. وبعدين بالاخير طلعت انه كل الكلام اللي طلع كان كله منفق، من رادوا يرجعون ما ادري الولد او البنت قالوا لا ما دام وصلت هالشكل اذا سويتها هالمره سويها مره ثانيه، فصار اكو شك بيناتهم، بس هم اثنين كل واحد راح قسمه. هي ست نوال قالت انه اذا اكو هيج شيء مثلا عن مصلحه، يعني عندي مصلحه ويا اختي مثلا انطيها خلينا نقول مثلا نصيحه انه هذا الولد هالشكل هالشكل، هي نصيحه يعني لانه تحبيها تريد مصلحتها فعلا. بس مو مثل ما قلتي مثلا تروح تخرب عليها وهو الولد ما عنده شيء، ما عنده شيء بس على مود يابا شنو حسد. حسد. قبل ما نروح على سالفة القيل والقال أريد نعرف جمهورنا الكريم أنه سبونسرشيب ممولين الراديو الكلداني هما سانتياغو كاشن كاري الكهون كاليفورنيا، صالون حلاقة الأمير، جمعية مار جورجيس الكلدانية، جمعية مار أوراها الكلدانية، شيفرين غاز ستيشن أون همشا أنت لكسنتن ميقرأ سلام عن مرقس، اس دي لكزري لومزين ميقرأ داني رفو عن مرقس، ميقرت لولو حلاق اتكوذا سفرات وقعدات كبيرة حلوية وخلي اخا بمدينة سانتياغو كاليفورنيا، ميقرت ماي بولس للعقارات والتاكسات، ميقرا نسيم يلدو صاحب شركة صفاء النسيم للاستثمار العقاري، دكتورة آمال عوديش بامرادو سكريبس اي كير، ميقرا جنان عوديش وجوليان توما دبليو اي اس وولد اوديو سيرفيسز، مطعم هابي تايم لأشهر المأكولات العراقية والغربية، سانتياغو ماركت للمستلزمات المنزلية والأكلات العراقية والعربية المتنوعة، المركز العراقي للحوار اي سي دي. طبعا اولى بقوارة كبيرة امن قاود فيسبوك تبرس قالك كبيرة موضوعكم عاجب لي شقري وخكمة شمانة قايلة. شو رايك استاذ اصمت نقرأ بعض الاسامي ونرجع عن موضوع المداخلات من المستمعين الكرام او ارائهم؟ جيد جدا. واذا تريد ان تتعلق عليها. لا احنا يعني احنا هذا الراديو هو منبر مفتوح فعلا، منبر حر لكل الشعب يعني في العراق او المهجر او امريكا، انه هذا منبر حر كل واحد يعبر عن رايه يجوز نختلف فيها يجوز نوافقه وياه بس هو حر. بعدين نعم. الشخص يعبر عن رايه، الراديو ما مسؤول عن اراء الاخرين فعلا. احنا نقله بس احنا ما نقدر نقول انه او نحاسبه او نعاتبه، لا صحيح. هذا منبر حر خلي كل واحد يحكي بصراحه وكل واحد يبين رايه صح. واحد يجوز يقول انت كلامك مو غلط صحيح، يعني طبعاً. انا مو كل كلامي هم بشر اخطا او انت او يعني يصير، فاحنا نترحب هذا برحابة صدر لانه احنا ناس متفائلين بالحياه فعلا فعلا. احنا ننظر الى القدر اللي في عين في عين في عين ان شاء الله شكرا. ان شاء الله احنا نمشي إن شاء الله. هذا المثل هذا المنار يعني صحيح صحيح. المنار. صحيح صحيح. فاهلا وسهلا بكل اراء صحيح. لأنه شكرا. الراديو هو كمدرسه خلينا نقول مثل ما قلنا مدرسه ابتدائيه لكل فعلا. ابناء شعبنا يا. صحيح. طبعا عندنا في التعليق اني حقرة واخت رانيا هي حتقول من هو، عندنا تعليق كلش حلو، هاي يوما متواصله تيجينا هالشكل تعليق من انسان متميز جدا جدا، يقول صباحكم معطر بالورد من بغداد، المحبه مني انا فراح إلى كل جاليتنا العزيزة وكل أخوتنا الأعزاء الأصدقاء وجمهورنا الكريم، محبتي وتقديري. أكيد هاي يومين مفاجأة كلش حلوة من الفنان قاسم السلطان من بغداد، البارحة سألنا وين متواجد هو قال أنا موجود ببغداد. فعلا لأن أكو ناس تقول بعمان، أكو ناس تقول لا بكندا. أكيد هو فنان يوميا يكون المكان أكيد. وإن شاء الله يجي فات يوم يمنا إهنا بالراديو الكلداني. يا ريت لو حتى يتصل. وسلام من أستاذ عدنان منصور سيموساكا. أكيد أكيد سلام من سان دياغو ومن جمهورك اللي بسان دياغو بأمريكا بصورة عامة، الفنان العزيز قاسم السلطان. أستاذ أصمت شو رأيك بالفنان قاسم السلطان؟ يعجبني وإنسان محترم وفنان، يعني انا قدر الفن ماله ونرحب به في سان دييغو. شكرا. نقول يو ار ويلكم. شكرا جزيلا.
طبعا أدنى من كلام نواعم لندى صناطي، تحية إلى الكادر رادو الكلداني وإلى كل الحضور الموجودين بالاستوديو وإلى المستمعين وكل الفنانين، شكرا جزيلا. وتنطي تحية لست نواة العوديش، نعم. كلام نواعم اللي هي لندى صناطي، وتنطي تحية الأستاذ عصمت يوسف. أدنى من جيان مون طبعا هي صديقة البرنامج، من يبدأ البرنامج إلى ما يخلص أستاذ عصمت، يعني هالشكل ناس. جيان مون. جيان مون. Yeah. مون يعني هي قمر. جيان معناتها حياة اللغة الكردية. أنا طبعا أتكلم اللغة الكردية والتركية. يعني هسه اللي يريد يتصل ويحكي كردية عندنا هنا لازم تترجمون. اللغة الكردية والتركية. نعم. تقول الشك يقتل. نعم. هو مرض يعني الشك. نعم قلنا مرض سيكولوجي هو. فعلا. كلام نواعم تقول ازدواجية الشخصية. تمام باي يعني يسمون باي بيرسوناليتي يعني ازدواجيه شخصيه. yeah. يقول الانسان الذي يتفاعل مع نزواته هو انسان عشوائي. صح. العقل يشنج الى الاعلى والنزوات تشنجه للاسفل، يعني العقل يصعد وينزل. صحيح. ما يكون متوازن. صح. ما قلتش اكو اختلافات هرمونيه في داخل جسم الانسان، يعني ان شاء الله فتصير فت فرصه نتكلم عن هذا الشيء. نسويها حلقه كلش حلوه هاي الحلقه استاذ. إيه إيه إيه. اكو بعض الهرمونات اللي هي من الانسان ما يقدر يتحكم بها. صحيح. ما يقدر يتحكم بها. صديق البرنامج الدائم نوار قطاع يقول اغلب الذين يتحدثون عن عيوب الناس هم اناس لا ينتبهون لعيوبهم الكبرى. فعلا. ومنها انهم يتحدثون عن عيوب الناس. فعلا. 100%. شكرا للمداخله نوار قطاع. أدنى من زهرة النرجس، أحلى كلام أخ حكمة، تتوجه كلام الأستاذ حكمة جورو، ومع الأسف هذا الشيء موجود بجاليتنا، يقولون إلي كمحكي اليالن وكمحكي، يعني هي هاي قرشوني موجودة يمك لأنه ما واضحة كل شمي. زهرة النرجس؟ إيه تقول قلتي أحلى كلام أخ حكمة، ومع نعم. الأسف هذا الشيء موجود بجاليتنا، يقولون هي هاي محكة اليالن محكة الأمرة ولا يتاثن الأمرة وإيتاثا الأمرة وإيتاثا واللي يحكي على الناس تجيله فشخة براسة. ها مطلع أغنية هذا مثلا لو شنو. لا لها مطلع أغنية ظهر كلش حلو. نعم. أكو فد نقطة مهمة. نعم. في حالة الشك والظن. ايه؟ إنه فد شيء حالة نفسية وهو حالة الخوف. اللي يسموه بالإنجليزي فير والعلمي يسموه فوبيا. نعم. مثلا أنا أريد أتزوج، مثلا شخص يتزوج ما يتزوج ليش؟ يقول أخاف تطلع مو زينة، أخاف كذا، يعني هو مش شايف شيء بس عنده فد نوع فوبيا، خليني نقول مثل يوسوس يعني يوسوس تقريبا. نعم. يوسوس او خوف، احنا بالعلم نسميها فوبيا. صحيح صحيح. هو عنده خوف. نعم. خاف اني اتقدم هالوظيفه، خاف ما اقدر اسمه اكون بيها، انجح بيها، خاف ادخل كليه، خاف اني ما انجح. ايه. خاف اني ما اهاجر، كثير ناس يقول مثلا يابا تعال هاجر كذا كذا، اخاف اهاجر ليكون اني ما اقدر اشتغل. صحيح. ليكون اني اضيع فلوسي يعني، ليكون اني يصير عندي كذا. هل فوبيا ايضا جزء من الشك هذا؟ هاي مخلوقه من الصغر استاذ اصلا، يعني هي انفعالات نفسيه داخل الانسان. داخل الانسان. فاكو ناس يسيطر يقول اني راح اقدم على البنيه او يتزوج او يقدم على عمل او يقدم على مغامره. شو تكون خلي تكون. خلي تكون انا وحبيبي. نعم 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 نعم. إيه. بينما الشك يخليه. نعم. ما يخليه يسوي، وكذلك يفقد كثير من الفرص. يعني تجي كثير فرص، مثلا واحد يقول له تعال نفتح دكان او نسوي فد بزنس، يقول ها اخاف ان يفتح. أي. صح. واخسر، وخاصه. صح. هذا يعني احنا نشوف في سان دييغو. نعم. هذا كثير احكي ويا ناس عندهم فلوس يريدون يسوون فد بزنس، يسال 20 واحد 30 واحد 40 واحد حتى ما يطير البزنس ويوصل الى يعني. آه. يوصل البلان ماله ووضع خطه واستلم فلوس باللحظه الاخيره. يتوقف يقول اني اخاف ما انجح. ايه. مثل ما يعني نفس كلام بالنسبه لواحد يريد يتزوج، يوصل الى مرحله العقد. ايه. او البراغ تفلش. فاكو فير. نو فوبيا. yeah. مثل شلون ناس تخاف من الماي، ناس تخاف من الظلمه، هذا من حاله نفسيه. yeah. موجوده بالانسان. استاذ اصمت انت على التجربه مالتك من تقدمت لهالخطوه، خطوه الزواج وبناء اسره. شلون كانت يمك؟ يعني كلش سهله وبسيطه. واثق من نفسي. ما اخذت منك وقت؟ طبعا.
طبعا طبعا سنتين اكثر من، لانه ما تعرف زوجتي كان غريب عني بس لانه كنا نشتغل في دائره معينه واحده وشفنا مع بعض. وهي من اسره مسيحيه، اسره متواضعه. نعم. والحمد لله تزوجنا وصعدنا اطفال وصعدنا احفاد. وقريب راح عندي 40 سنه متزوج، واشكر ربي على النعمه هذه عمر كله ان شاء الله. وتصير يعني احنا ما نقول كل حياتنا مشت على مثل على ما يرام. كان اكو بعض الشكوك، اكو بعض الظنون، كان اكو بعض كذا، كنا بالتفاهم نحل الموضوع هذا، وعلمنا صح. اولادنا انه نحكي الصدق والصراحه، انه هالموضوع الشك لا، موضوع الظن لا، موضوع انه ليش انه احنا ابائنا امهاتنا علمونا على التربيه المسيحيه فعلاً. انه هذا الشيء ما مقبول فعلاً. ما مطلوب، وذاك مش حياتنا والحمد لله. يا عندنا اتصال اخر. الو. الو، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا، من ويانا؟ سالم، بحنام سالم. اهلا وسهلا. الصوت ما واضح، تقدرين تقولين الاسم سالم. مره ثانيه عزيزتي؟ استاذ سالم. نعم نعم، عفوا. استاذ سالم. استاذ سالم. نعم. من وين؟ تفضل استاذ. من وين؟ نعم. صوت بنت. لا اوكي. لا لا لا، هو صوت. تفضل استاذ. نعم، اتصال من الكاتب سالم بهنام سالم. تفضل استاذ. نعم. اهلا وسهلا. شوي الصوت متخربط. يا تفضل استاذ سالم. يا مرحبا. يا اهلا مرحبا. عندك مثلا مداخله على البيت الشعري اللي عندنا اليوم تناقش عليه؟ نعم. الا وهو لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. نعم، لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. نعم. إيه، تفضل أستاذ. إيش رأيك يعني بهذا القول؟ أوكي، يعني طبعا أكو كثير من الناس أو من على مستويات مختلفة، مثلا كان يكون محاضر، يكون خطيب، يكون يعني بأي وضع يكون، إنه هو ينصح الناس وينطي لهم يعني شلون يتصرفون، شلون يتعاملون، شلون. بس بنفس الوقت هو ما يطبق هالشيء، يعني يعتبر انه هالشيء هو فد في شلون نقول عليه قاعده. نعم. يمشي عليه الناس او يمشي عليها هو، لكن بالحقيقه ما يطبقها. نعم. نعم. طبعا بهيش حاله انه احنا هذا يعني شو يصير، لازم الانسان يكون من يحكي شيء يسويه، مو بس ينصح الناس او يقول لهم هو ما يقدر يسوي او ما يسوي. فمن الافضل ان ما يقول اذا كان ما يقدر يسوي، يعني هذا الزواج وتختص بمعايير مختلفه او متناقضه. نعم. استاذ سالم، انت نعم. هنا بسانتياغو موجود؟ يعني عايش لو خارج سانتياغو؟ نعم، سانتياغو بالكهون. بالكهون. ليش الصوت مو واضح؟ مرات يعني اشتباك، يمكن من المطر. صدقكم صدقكم. الجو برا، الجو شويه برا. جبنا مطرتين صار هالشكل الصوت. راح اسد ال اتصل مره ثانيه. سبيكر اسد السبيكر بعد بس في الكويت. يا بالسبيكر ما يكون واضح. فعلا. او غير مكانك، غير مكانك. سديت السبيكر. هسه واضح. تفضل. واضح جدا جدا، شكرا جزيلا. تفضل. عفوا. نعم. مختصر الفكره حتى نقدر نعلق عليها، لانه صراحه ما فهمنا الشيء اللي قلته لانه كان صوت مو كل واضح. نعم. ممكن مختصره. نعم نعم، تفضل استاذ سالم. هو انه قلنا انه اذا الانسان يحكي شيء نعم ويسوي نفسه قدوه او هذه، وبعدين هو اصلا ما يطبق الشيء اللي دا يقوله. نعم. هذا تناشز يعني ازدواجيه. ازدواجيه بشخصيه، ما ممكن ان يقيس بمعيارين مختلفين. نعم. يعني اذا هو يقول شيء لازم هو يكون القدوه ويطبقه،
حتى يقدر ينصح الناس بهذاك الشيء أو بأي شيء آخر. لكن إذا هو ما يطبق نفسه ما يطبقه فليش ده يقول؟ فمن الأفضل أن ما يقول ولا ينصح، لأن القدوة الحسنة أو يعني لازم يكون هو ملتزم بها ويمثلها. يعني هو هذا المسألة كلش واضحة، ويعني أعتقد أنه ما يصير نسوي تناشز بالكلام. نعم. أستاذ سالم نعم. الفكرة وصلت، وأقدر أختصر لك إياها بآية من الكتاب المقدس يقول نعم. قلنا كل شيء إحنا نرجع إلى أدبياتنا المسيحية. لا تدينوا لكي شنو؟ لا تدانوا. لا تدانوا. فعلا. نعم. سامح صحيح. الآية؟ لا لا تدينوا لكي لا تدانوا. هذه يعني ما أعرف يا إصحاح يا كذا. لا لا موجودة نعم. معروفة يا فعلا. لا تدينوا لكي لا تدانوا. يعني هذا أختصر لك إياها الفكرة. صح. إنه أنت نعم. بيصير هذا كل يعني إجمالي اقتصاد لكل هالحلقة هذه. فعلا. لا تدينوا لكي لا تدانوا. فعلا صحيح. نعم. هو إذا فهمت الآية فهمت، ما فهمت اشرح لك إياها. لا هو أنا الآية أعرفها وأني خلاص. بالحقيقة دائما خلاص. أطبقها اقتدي يعني. اقتدي بهذه الآية، علم نفسك، ثقف نفسك بالآية، علم عائلتك، علم أطرافك، علم مجتمعك. نعم. حتى تعيش في سلام وأمان. شكرا. هذا طريق الحياة، لا تدينوا لكي لا تدانوا. شكرا اتصال. عفوا، هو كان قصدي انه لا تدينوا لكي لا تدانوا، هذه تجي بها حكم، يعني بها حكم احيانا يعني تكون تشمل القضاء او بالضبط. تشمل حتى على المستوى العادي اللي احنا نعيش به، احنا نقول فلان انت ليش سويت كذا، ليش كذا كذا، وبعدين احنا نفسنا ما نطبقه. نعم بالضبط. نعم القضاء هو حاله اجتماعيه، يعني حتى أنا نعم. في أمريكا تشوف كثير قضايا اتهامات، يجوز أنت تسمع بالتلفزيون نعم. أن تهم نعم. الممثل الفلاني بكذا كذا كذا كذا، بعدين تطلع نعم. القضية غير شكل، قضية طمع فلوس، المحكمة تقول no proof يعني نعم. هذا فتشي هذا، بس إحنا عندنا طريق مختصر نعم نعم، بدأ من نجاء المحاكم، بدأ من نجاء إلى القضايا اجتماع، إحنا عندنا قضية يعني أساس، عندنا دستور يقول لا تدينوا نعم. لك لا تدانوا، وانظر يعني انظر الى القدر الذي في عين اخيك في عينك نعم. كذا، وهالامثال وهالايات هي بالنسبه لنا هي الطريق الصحيح للحياه، لبناء عائله سليمه، مجتمع سليم نعم. خالي من هالامراض والعقد النفسيه. نعم بالضبط. نعم هذا مختصر كلامي ورسالتي لك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. انا اسف ولو الصوت ما كان يعني واضح، بس لا بس هسه كلش واضح، وصلت الفكره وان شاء الله غطينا على الاجابه بالسبيكر شويه الصوت ما يكون واضح. نعم شكرا جزيلا. شكرا وان شاء الله دائما تكون ويانا بغير حلقات قادمه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا اخت رانيا اكو هوايه من مستمعينا يدخلون ويانا بالفيسبوك الراديو الكلداني، لازم ناخذ نفس ساعه اضافيه حتى نقرا الاسامي، ما شاء الله كلش هوايه. عندنا من سوني نجار فعلا كلام الاستاذ اصمت صحيح، كل هذه الاغلاط تاتي من قله الايمان والثقافه صح. ليس لها علاقه، اكو قسم من الناس ليست لهم ثقافه تامه ولكن ايمانهم يمنعهم من كل شيء سيء. شكرا للجميع على هل المواضيع القيمة. موضوع ثقافة، أجدادنا ما كانوا مثقفين فعلا، لا كانوا مؤدبين، مؤدبين وإيمان إيمانهم صحيح. يعني مثلا أنا أسمع مثلا أبانا أجدادنا كان أكثرهم عددا وعوائل كبيرة، كانوا يأكلون كلهم جدرية واحدة فعلا تمام نعم. ويتزوجون يتناسلون يتكاثرون وحافظوا على التراث المسيحي 2000 سنة صح. فعلا مش أستاذ عندنا اتصال آخر، ناخذ اتصال. ألو الو 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 صباح الخير. صباح الخير شينا. صباح الخير للاخ وياكم، وصباح الخير اخت جنان، وصباح الخير لزوجتي العزيزه. مرحبا يا بشينا يا بشينا، هذا زوج اخت رانيا ريفا. يور ويلكم عزيزي، اهلا وسهلا استاذ. اوكي بس عندي مداخله بسيطه، ما اريد اطول، تعرفون يعني بالشغل يعني كاستمريه قبالي وايه. بس عندكم موضوع القيل والقال هسه ايه، وده تحجون وعندكم اتصالات وعندكم جماعة ده يعلقون، بس فعلا. اريد واحد بيهم ايه؟ اتمنيت قبل ما اتصل فعلا. واحد ما يقول يحجون، واحد بيهم ما يقول يذمون، واحد ايه؟ بيهم ما يقول يعاتبون، اريد واحد بيهم يقول انعاتب
واحد بيهم يقول نحكي إذن أنت إذا تتصل يعني أنت ما تعاتب، أنت ما تحكي، أنت ما مشمول بالشغلة. صحيح. إذا ذول المتصلين فد 20 واحد وكلهم يعاتبون ويقولون ويحشون، يعني ذول 20 ولا واحد طلع بيهم ما مشمول وأني ما مشمول، إذن المن عاتب المن أحكي من نحكي، بس أتمنى لهم هم يعني عندهم هيك شلون نقول مثل الرجولة، هي مو قصة رجولة، بس من يحكي يقول ما يقول يحكون، يقول نحكي على العالم لأن هو هم يحكي. فعلا من يتصل يقول إحنا من نعاتب، نعاتب مو يعاتبون، إحنا نعاتب، أنا هم عاتب ليش أنا ما عاتب هسه زوجتي وياكم ليش ما عاتبها، هي ما تعاتبني، أنتوا بالشغل بيناتكم أنتوا واحد ما يعاتب الأخ. فعلا إحنا نعاتب مو يعاتبون، يعني اللي يتصلون أتمنى يقول نعاتب، يعرف يحكي يقول شون يحكيها وشون يقولها، كلنا مشمولين وكلنا نحكي وكلنا نذم وكلنا نعاتب، وأتمنى هاي توصل للمتصلين كلهم. عزيزي بس أريد أقول لك فشي، عادة إحنا دائما نشوف الغير شو تيسوي، ما نشوف إحنا شو نسوي، هي أدري بيها أدري بيها نشوف إحنا الغير. ما عندنا المرأة مو قصة نشوف الغير بس من يحكي يقول يحكون، لا خلي يقول نحكي أنا وياكم ويا الموضوع نفسه. يا فعلا لا شكرا على مداخلة. أنا حاجيها مرة كان عندنا لقاء شباب بألقوش، أنا من القوش من كنت عايد بالقوش، سوينا لقاء وحشوا كلهم من خلصوا نفس الحالة، تمنيت واحد يشمل نفسه من يقوم يحكي بالسماعة ويلزم سماعة يشمل نفسه ويا ذولا اللي يعاتبهم أو ويا ذولا اللي ينصحهم، أبد ولا واحد من قمت حكيت قالوا لي غير أنت من البداية تقوم تقول لنا صح سو المفروض أنتوا تعرفون ليش أنا أقول لكم قلت سو أنا هسه نفس الحالة. نعم. يعني إذا أسمع الراديو مالتكم يحكون أنتم موضوع القيل والقال، أنا من هيك خابرت هسا وقلت لكم على هاي لأن هاي يومية تصير فعلا بأي موضوع، يعني مثلا يتداخل واحد أبت ما يشمل نفسه ولا واحد نهائيا. ومع العلم يمكن هو يعني ما أعرف، أنا مو قصة أحكي على واحد، يمكن هو أنقص من اللي إذا يحكي هو عليهم أكو احتمالية وأزيد من عندهم، يعاتب أزيد من عندهم، يحكي أزيد من عندهم. صح. شو ما أعرف أنا المداخلة مالتي. لا مداخلة حلوة. هو بالبداية نقول شكرا أبو رومانس على المفاجأة. وشكرا أكيد شكرا على المداخلة. إذا عندك وقت تسمع أستاذ عصمت من الإذاعة أو إذا مستعجل أنا أسمع لأن ما راح أقدر أكمل الحكي يعني إذا تريد تسمع أسمعنا من الراديو إذا مستعجل. الله يكرم إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. جزيلا هاي أول مرة ومو آخر مرة. يوم سعيد إن شاء الله لكم. أشوفك كم ساعة بعد. إن شاء الله. وإحنا سعيدين بالمداخل هذا مسعيدين. شكرا جزيلا الراديو نقول لك you are welcome. مع السلامة. مع السلامة. تفضل أستاذ. إيه كلامه يعني صحيح هو، لأنه هو كل إنسان عنده في الازدواجية. فعلًا. يعني لو نجي على مثلًا أكو مؤلف اسمه علي الوردي جو سامعين بيه. يا طبعًا. مؤلف مؤرخ يعني من يفسر شخصية الإنسان العراقي. نعم. أو بصورة عامة خلينا نقول إنسان شرقي. نعم. يعني إحنا نسوي فد شيء ونطبق غير شيء. هذا الشيء معروف كل إنسان يجوز أي نفسي أمي أسوي هذا. فعلا. يعني أنا أمي البشر مثل سائر. أو أني. أو أنت أيوة أنا ما أحكي عليك أخلي على نفسي. لا شك بيها أنا كثير مرات مثلاً. إيه كثير مرات مثلاً أشك في موضوع معين. بعدين يعني قبل ما أخذ قرار المهم أنت حتى لو شكيتي خلي أشك في قلبك. تمام أو بفكرك. بعدين أعطي فرصة لنفسك. حتى تتأكدين من هالشك هالظن هذا بعدين اتخذ القرار. صح. اتخاذ القرار همينة يعتمد على شخصية الإنسان. يعني هل القرار صحيح؟ مثلا أنا سمعت أنه ابني قالوا ابني ليسوي فلان شيء مثلا سمعت فأنا مو قبل ما تهجم على ابني أقول أنت ليش سويت فلان شيء فلان شيء كذا، أنطي فرصة نفسي أتأكد من صحة الكلام. فعلا. دليل إثبات لربما هالكلام وصل لي يعني بسوء نية أو بحقد أو بناس تحسد عيشة مالتي. صح. تمام تشوفتي مثلا أنا سعيد ويا ابني وفرحان ويا ابني ما ترتاح. نعم. يعني الغيرة والحسد هذه فشي متأصل في جسم الإنسان. يعني هذا ممكن كطبيعة بشرية، فلذلك أنا أنصح الناس في حالة الشك والظن يعني ما يصير واحد ما يشك، لا الشك هذا فشي مثبت في نفسية الإنسان. عفو أستاذ بس هو يعني ده يقصد أنه إحنا وهم اللي دي يكتبون كلنا إحنا ده نقول أدنى هالسالفة الناس تحكي الناس بس إحنا ما نحكي بلي يعني ولا واحد من عندنا قال إحنا أنا نفسي ما نحكي بس ما نحكي بعدين مفروض أنا أتندم أقول أنا شلون حكيت هالشكل شو حكيت خطأ كان مثلا أنا والله فلان قال وأنا أصلا بدون ما أحلل هالموضوع هذا نقلته مثلا واحد قال لي الشخص الفلاني كذا كذا مو زين
راسا جيت قلت لي شنو ترى هذا الشخص فلاني كذا كذا مو زين سوي عمل فلاني هاي الشخص نقلت من هذا الشخص الى كثيرد بارتي شخص ثالث لا هذا مو صحيح لازم واحد يسوي بروسيس يعني عمليه في ذهنه يحلل الخبر يتاكد الله ينقله نعم. لان الناقل الكفر هو ايضا كافر فعلا صحيح صحيح داخل بالجريمه نفسها داخل بالجريمه نعم اي اي والساكت عن الحق هو شيطان اخرس شيطان اخرس هذا يعني احنا عندنا كثير امثال شعبيه بس احنا قلت شنو دستورنا انه لا تدينوا لك لا تدانوا نرجع الى احنا ادبياتنا فعلا نعم. طبعا تحيه من الراديو الكلداني الى الفنان المبدع داني اسمرو تقول قاعد اتعجب الاني والجماعه وقاعدين تنسمعكم دائما بالتوفيق بالتوفيق نتمنى نكون وياكم يعني اكيد قاعد تلقش التقطه فدي يوم يا فعلا احنا قاعدين بين اربع جدران حتى ما نعرف برا شكو شمس مطر هو ما نعرف استاذ عدنان حاصرنا باربع غرف طبعا عندنا من استاذ كريم عتشو مرحبا اخ جنان رانيا سيمون عدنان والضيف الكريم اخ اصمت والمستمعين الكرام ويأيدنا بالكلام 100% وينطينا ورود مختلفة من ديترويت يا اهلا وسهلا طبعا تيدخلون ويانا الراديو كلداني والاغلبيه يتكلمون عربيه طبعا اليوم تنحكي عربي لانه ويانا استاذ اصمت احنا نحاول نحكي سورث بقدر الامكان بالعكس انا قد ما تحكي سورث صاير العربي مالتي مكسر صاير هسه انا من احكي عربي تحكي وكانه كردي صح مع العلم انا يعني الحقيقه ست اول دقائق عاد ست جنان كثير من الناس يعني اللي عاشوا في المدن مثل عاشوا في داخل مدينه موصل او داخل مدينه بغداد او البصره البصر. هم كالديان سورث بس نتيجه الظروف السياسيه وهذه ما يجوز يفهمون سورث قليل او فهم قليل وما يقدر يعبر عن نفسه اي بينما اللغه العربيه احنا يعني ثقافتنا هي عربيه اتصور هي اشمل يعني بس ما عندنا مانع اي واحد يسال بالعربي بالسورث بالكردي بالتركي بالانجليزي حتى ولو نقدر نجاوب فعلا بما انه حكيتوا على اللغة. أهل ميشيغان فيمكن عندنا اتصال من ميشيغان ألو شلام لكم بشينا وبشلامة براين من ميشيغان يا بشينا بأخونا أنا براين وبكل نشواثة ديدة بميشيغان يا بشينا ببراين يا بشينا بقاوخ خشوة أخني لإذا لن أتقال بالسيمة مشتاقين للأتقال من زونة ومبمارة تخاثراني وتكادر اش براين ليل بقوارة امان ما بريل او قدل تلقى قيبي يعني نخيثة انه لت مجال اتمحك امان لا مهيمن كدتني لقضية خاسي انا هر كدي مكشمن اخن ما عدا اديو طبعا مخبيري لكي ذن ما ايث ما اذن برايل قاود اذاعة بس اخونا سيمون كمشاديري خمس لت كامل الموضوع دي اخن زس من دي يعني طوالي خاصة ظروف لو اللي بتكشمن اخن اديو بس انا كدي مكشمن اخن وسبب لكم خبر كنت تاوي لكم ضيوف نعم عاجب لي هذا الجلب من والشمل من نيه بشكابر مع انه انا في المحكم اخونا براين كذا تقاي اخني هذا اث موضوع كذا ايت يعني قباسم لبخ دمحكت بعدخ موضوع عدلت انا فكنت سبيرن هل اث عدانا وليث ايت قبل ان اخني جلن بفرخ ميراندي امرخ اكيد تفضل ايه لا مهين من بلاتي الاسوال لكم سيمون ودابلت من امرجنسي جزيرة ومن هذا لتقل العافية يلا ان شاء الله صحة وعافية تفضل على مرحب منه وخلنا ساخوثة تفضل على شغلك عزيزتي ثانك يو حقيقة بداية كما ميري اخونا سايمون استاذ عصمت في لموخن استاذ عصمت شونك ومشتاقي لك هواية وشنو هالغيبة يعني تسلم عزيزي حيث مشتاقي لك عندي جاية المشيق بالصيف إن شاء الله عندي جاية تعرفون بعض؟ إن شاء الله أستاذ عثمان أمانة 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 عليك أقولها نعم يمتى ما تجي تتصل بي وتكون ضيف عندي تسلم أنا عندي هواي أصدقاء وأقاربي دكتور نوار أخصائي جلدية جوز تعرفه نوار البستاني نعم إي نعم نعم إي وبيت خالي هناك دكتورة مي أنطون طبيبة أخصائية من نعم. مشيقين عندنا حبايب هواية في مشيقين أو تعجبني مشيقين يعني وأنا أتشرف بك إن شاء الله. كل سنة معدل سنويا مرة أجي المشيغن بس بالصيف إن شاء الله بالعطلة. يا كل الهلا بيك أستاذ عصمت. يومكم بارد إن شاء الله تسلم عزيزي هذا طيب. الله يخليك أستاذ عصمت أشكرك إن شاء الله نشوفك إن شاء الله. تسلم عزيزي. أوكي نرجع للموضوع طبعا بالبداية تريدون نحكي بالسورة لو بالعربي. ما يفرق براحتك عزيزي. بالعربي خليك. إيه ما بشك شغلت بالعربي. تخاطر أستاذ عصمت. بحكي بالعربي. حتى تكون فائدة أشمل يعني تكون فائدة أشمل معد إيه.
ان شاء الله احكي بالعربي. تفضل سار. طبعا انا حسب ما فهمت من المثل اللي دزلياه ثاني انه انتم اليوم عم تحكون على الناس اللي تعيب الناس اللي تحكي واحد على الثاني، تمام؟ صحيح. اعتقد يعني هذا الشيء بطبيعه الانسان، يعني كلنا عندنا هاي الطبيعه البشريه، ما حد يقدر ينكر هذا الشيء. كلنا عندنا حب نعيب نحكي ننتقد، ما نقدر نتهرب من هذا الشيء لان احنا بالنهايه كنا ما معصومين من الخطا. بس انا حسب ما فكرت انه شنو اني اقترح، لانه ما اعرف الاخوان شنو حكوا بالاذاعه، فاكو فد نقطه انا كلش الاحظها يعني موجوده بالمجتمع عامه. طبعا بالبدايه احب اقول اي كلام انا اقوله انا احكي على نفسي قبل ما احكي على غيري. النقطه اللي اشوفها اليوم الانتقاد، اكو هواية انتقاد دي يضر بهواية ناس اذا كان صحيح واذا كان خطأ. نعم. او خلينا نقول الدنعيب. نعم. على سبيل المثال اليوم اذا اني اروح على فد مطعم معين اكلت يمه اذا اكله ما كان طيب اطلع يم قرائبي يم اصدقائي يم اود هذا المطعم تعبان اكله مو طيب اطلع بي فد مليون عيب. صح. زين ما حسب حساب يجوز اني طعم حلقي يعني هذا المطعم مثلا ما عجبني. نعم. يجوز غير الناس يعجبهم، ليش أنا أكسر بي وأطلع بعيوب؟ زين أيضا بطريقة ثانية اليوم قعدت بمكان دواس وصل معون شوية بي أم أطلع وأنتقد وعيب وأقول هذول كذا هذول يا أخي ليش؟ ومرات اليوم الإنسان صار عنده مثلا سهوة صارت جابك جلاس مثلا يخيبون شوية مطقع أو معون مطقع، فاحنا ليش دائما نحاول نلقى فد شغلة معينة على شخص معين حتى بس نبقى نعيد به؟ يعني ليش مو احنا اليوم نحاول نلقي فرصة لنفسنا وللآخرين؟ اليوم هذا باب رزق، انا راح اجيب لكم اياها من هذا الباب على نعم. باب الرزق. نعم. اليوم هذا باب رزق، يعني انت ما يصير اليوم او اي واحد من عندنا لقى اي غلط او اي تحصيل بهذا المكان اللي هو دي يتعامل وياه يروح ينشره ويطلع يطلع عيوب وكذا وكذا، واكو حالات خاصة. بينما للعيوب خلينا نقول احنا كبشر هذا اللي بس كذا وهذا اللي بس كذا وهذا سوى كذا، يا اخي ترى كلنا هذه الامور نسويها، كلنا نمر بهاي المراحل. احتمال اني هاليوم راح انتقد حاشم الاستاذ عصمت على كلمه حكاها، يجوز اني باكر عقب هاي الكلمه انا اعيد احكيها. فليش اني دائما احكم على الناس واعيب على الناس واني ايضا كطبيعه بشريه معرض لهذا الخطا؟ يعني ليش ما احنا هاليوم كلنا نخلي نفسنا انه احنا بشر غير معصومين من الخطأ؟ ممكن العيوب اللي نحكيها عن الناس تصير احنا ويانا احنا نسويها، ليش انا اخلي بعدين نفسي موقف محلو موقف محرج؟ فاني اقول لو كلنا نلزم شوية لساننا ونبتعد عن هاي القضايا، واني اقول اني وغيري اذا بينا خير بينا خير. نعم. احنا نهتم بنفسنا وبعوائلنا ونحافظ عليهم وحتى الناس ما يعيبوهم، ولا انا باكر عقبه اصير فد انسان اخلي نفسي فد مستوى اعلى من غيري وعيب فلان وفلان وفلان. صح. يعني اتصور انه نتجنب هذه الامور كلنا كثير امور راح تكون حلوه بهذه الحياه، من ضمنها يعني هذه امانه وخطيه برتبه كل واحد. نعم. ينتقد اي صاحب عمل، يا اخي هذا يجوز لي عايش عائله من وراء. يعني انت اليوم اذا انا حكيت على المطعم السابق قدام مطعمك ومطعم قدامي حاليا، اذا انا حس حكيت عليه قدام اربع خمس عوائل، يجوز هذول العوائل راح ياخذون الكلام بعد ما يروحون. صح. صحيح. فالله يخليكم، خلي كلنا نبتعد عن هذه الامور ودائما نحاول نصلح نفسنا حتى لا نوصل مرحله نعيب فلان وفلان وفلان. نعم. فاني اعتقد انه هذه وجهه نظري خلال هذا الموضوع. أني نعم استاذ عصمت. أنا وياك وجهه النظر هذا. انا اعطيت امثله كثيره من ادبياتنا المسيحيه، بس راح اعطيك فد مثل شعبي قديم يجوز سامع انت وما سامع ما اعرف يعني. يقول يا نعم. حافر البير لا تغمج مساحيها، خاف الفلك يندار وانت تقع بيها. فعلا. أعيدة. يا حافر البير لا تغمج مساحيها، خاف الفلك يندار وانت تقع بيها. هاي أغنية قديمة. يا حافر البير لا تغمج مساحيها، خاف الفلك يندار وانت تقع بيها. فعلا. صح. تشوف شلون؟ حتى صحيح. ما عيد كلام حتى ما عيد أمثالنا السابقة كاذبة. هذا مثل شعبي فعلا. هذا ناس كانوا جهلة
جهله ما مثقفين. قلت لك الثقافه ما لها علاقه بالموضوع. هذا قضايا نفسيه، القوى الخير والشر موجوده في نفس كل انسان. صحيح. يعني حتى يعني سيدنا المسيح انه يعني يذكر انه موجود ابليس، موجود شر، موجود موجود ضرر. صحيح. موجود كل شيء. فهل ما حكينا بيه بس كخاتمه الموضوع، هل مثل يقول لك يا حافر بير شنو يعني، انت لا تحفر للناس، خاف انت توقع بيها 100%. يعني انت من تقول على المطعم او على الرزق او اني بزنس، اني باي شغله، تشوف شلون مثلا تقول هذا مخ، رحت طبيب تقول هذا مخوش طبيب، تكسر سمعه الطبيب تقول هذا مخوش صيدلي، هذا مخوش نجار، هذا مخوش طباخ والى اخره. يعني هذه تجي من بيت المقابل. صحيح. تشوف شلون. ايه فاحنا نرجع نقول، نرجع نقول من هالمنبر، من هالمنبر من راديو الكلداني، احنا كعدنا شويه صار عندنا يعني بعض الخبره بالموضوع بالحياه، نوجه ناسنا الى ابتعاد عن قوى الشر. دائما خلينا نقول نص الجلاس مملوء، ما نقول نص الجلاس فارغ. ونعلم ابنائنا ومجتمعنا ونحاول نخلص اهالينا من هالامراض المجتمعيه، لان الامراض المجتمعيه هي تفكك العائله، تحطم المجتمع. 100%. كلامك صحيح. أرجو أن تقطع بكلام يعني إن شاء الله، وخلي نقطة ببالك. نعم. نعم. ارجع إلى أدبياتنا. نعم. نعم حقيقة أستاذ أصمد أكو فت قضية أنا مرات أفكر بيها. يعني ما قلت لك أنا بالبداية إحنا كنا ما معصومين من الخطأ. لا. كنا هاي الأمور الغلط نسويها، ما حد يقدر يقول لي لا. فأني مرات أنتقد على فد عمل معين، أو يعني خلني أكون صريح وياك، أنا ليش جبتي على أصحاب البزن ما بزن؟ يعني مرة رهمت صراحة أنا أقول لك إياها، قعدنا مطعم جاب جلاصات كلها مطقعة. نعم. خلني أقول لك هاي القضية أستاذ عثمان. نعم. جاب جلاصات كلها مطقعة صابة عليها. زين؟ سألته قلت له يا بس صحته هذا، قلت له الجلاص يعني مو نظيف. أو أنا آسف ما أشوف، راح جاب واحد مكانه ثاني. فكنا قاعدين أنا وبيت أهلي. فقلت لهم هيك موقف صار. بعدين يعني هسه من صار هذا الموضوع مالكم، دا افكر من خلال كلامك اللي تحكي، دا افكر دا اقول زين انا هسه اليوم لما انتقدت صاحب المطعم وعيبته خلينا نقول قدام بيت اهلي، زين شنو استفاديت انا؟ شنو الفائده اللي دخلت بجيبي؟ دخل لي رزق؟ لا بس كان عندك الحشاك من وراء هذا الشيء؟ كان عندك او هل انا كعندك فد شيء؟ احنا اليوم استاذ اسمعت نعم. فد نقطه كلش ضروريه. نعم. احنا كبشر ما جاي يصير عندنا قناعه انه يا بني ادم عيش بحالك، ما لك علاقه بغيرك، ما لك علاقه بالتفاصيل الثانيه، اقتنع انت بحياتك، اقتنع بنفسك وانتهى المهاد ونوصل هاي. كلام سليم، كلام سليم. لانه هاليوم لو احنا كل شيء نعيبه تجينا فائده من عندنا، نقول يا بالبشر بطبيعته طماع وراح تجينا فائده من وراء هذا الشيء اللي سواه، بس ماكو فائده يعني. فليش احنا نسوي هاي الامور؟ ما اعرف يعني. استاذ عصمت، فشنو تعليقك يعني بهذا تعليقي؟ حالة نفسية الإنسان وتربية الإنسان، تربية الإنسان ويعني تربية بيتية أو تربية دينية. أنت من ترجع إلى الكتاب المقدس وتلتزم ما أقدر تلتزم بأدبيات ديانات المسيحية، راح تلقي جواب لهالأسئلة كلها، إنه ما تشك ما تظن، تأخذ أمور بلا تدينوا لك لا تدانوا، انظر إلى القدر في عينك، وهل الأمثال هذه، هل أمثال وهل حكم، هذه هي طريق الحياة الصحيحة للإنسان حتى تكون علاقتك طيبة مع أهلك، مع ذويك، مع أقربائك، مع أصدقائك بالعمل، مع حياتك الخارجية. يعني هذا هو الهدف اللي إحنا دا نركز عليه ودا نحكي بيها. يعني إحنا عندنا دستور، عندنا منهج، عندنا بلان. نعم. نعم نمشي على هالبلان معنا، نمشي على هالخطة معنا، نمشي على هالطريق هذا، نعلم نفسنا أولاً. أي نفسي أمينة هم جد ما قريت، أعتبر نفسي لازلت في بداية الطريق، لازلت بحاجة إلى المزيد من الموعظة، لازلت بحاجة إلى تعلم مزيد من دروس. بس أنا أنصح الناس أنه في حالة الشك ليس استعجال، ينطي فرصة لنفسه حتى يتخذ القرار. لا يجوز اتخاذ القرار على شيء مشكوك في أمره. هاي نصيحتي لكل الناس، أنصح نفسي إلي نفسي أنا نفسي، وانصح عائلتي واولادي، اقول لهم او قربائي لا تتخذ قرار قبل ما تتاكد من السالفه، تاكد يعني تاكد 100% بعدين خذ قرار. عدم الاستعجال في اتخاذ قرار. يعني انت ما تقول، انت قلت لي هالمطعم مو زين على سبيل المثال، مثل اني انقل الكلام الى شخص اخر المطعم مو زين،
لربما انت في مثل مالك تقول جاب الجلاس اي، لربما هذا خطا من العامل مو خطا من صاحب المطعم. مو هي هاي قلتها صحيح مرات تصير يعني ما مقصوده. لا احنا انا كان عندي بزنس بالعراق وكان كثير مرات يعني عمال يغلطون يسوون ضرر لي بدون علمي انا. نعم. واضيع الكاستمر، اضيع الزبون نتيجة خطأ من عامل من عمالي أنا ما عندي علم به. فذاك صاحب المصلحة لازم يتابع عماله، يتابع الناس. ليش أنت شوف هسه في أمريكا في شيء تعلمنا أكو ريفيوز مو صحيح؟ أي مكان تروح صحيح أكو ريفيوز تقدر تقرأ ريفيوز 3 ستارز 4 ستار تقرأ. نعم. طبعا بعدين أكو في كل شيء في أمريكا سيرفي. yeah. أنت تدخل في الدورة معينة مو صحيح؟ بنهاية الدورة أو بالكلية أو بالدرس ينتك في رسالة يقول لك يور سيرفي تقييم بدون ما تقول اسمك. نعم. حتى مطعم انت كثير مطعم تدخل في امريكا على الميز اكو ورقه سيرفي فعلا يسالك كذا اسئله، هل انت راضي من الخدمات؟ صحيح. هل انت راضي من الاكل؟ هل انت راضي كذا؟ شوف العالم الغربي هم من ناحيه مجتمعيه، احنا نفكر من ناحيه دينيه. اي لانه هنا مجتمع مدني فعلا. تشوف في امريكا نفس الشيء صار في اوروبا من موجود. yeah, اكو سيرفي، اكو استيميشن، اكو تثمين، اكو تقدير، يشوفون اذا عندهم غلط على مد يصححوه. بالضبط، يعني هو صاحب البزنس ما يعرف كل شيء. تمام. هو قاعد بالاوفيس والعامل دي يودي ودي يجيب والطباخ مثلا يكون اكل مثلا انا ذاك اليوم رحت اخذ فت اكل من احسن مطاعم جبته كلش مالح. فرجعت أنا طبعا دفعت فلوسه، رجعت على المطبخ قلت له يابا ترى أكلكم كلش طيب ولكنه كان ملح زايد وهذا مو زين، ضرر على الناس وكذا كذا. رأسا تقبل الفكرة. شايف شلون؟ وقعد حسنه. فهذا أسلوب، بس إحنا عندنا أدبيات نلتزم أدبياتنا. أستاذ أصمت أعتقد عندنا هسه اتصال. نعم. شوي لخر. يا ألو 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 مرحبا، من ويانا؟ أنا أختك أنا العشوتي. ها أنا العشوتي؟ أنا العشوتي. يا مرحبا أنا، شلونك؟ هاي حبيبي شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. إحنا هسه ويانا أستاذ أصمت هنا بالرد الكلداني، ويانا براين، أخ براين من ميشيغان ديترويت. تفضلي. أتشرف بكم وحبيت أشارك اليوم بهذا الموضوع اللي كلش عجبني. نعم. فردت أكمل الحكي مع الأستاذ اللي هسه صابر قبلي اللي حكى عن المطعم. هو موجود هسه وياك تسمع أستاذ براين. أيوه. براين وياك هسه. نعم إذا أسمع. نعم. تفضلي أوكي أنس. تفضلي عزيزتي. اي تسلم عزيزي، تسلم الله يخليك. تعرف شنو مشكلتنا احنا؟ انه الناس ما عندهم قناعه. نعم. مشكلتنا انه الناس ما عندهم قناعه بالحياه اللي بيعيشوها، دائما يشيلوها ياخذوا الموضوع بالاعصاب، بالتوتر، بالاحراج المقابلهم. طبعا مع احتراماتي لك انا مدى اقصد هذا الحكي، بس صبر ما عندهم يعني. نعم. من يجون رأسي يتنفذون من الموضوع أو يتنفذون من الموقف اللي صار عندهم. بس دائما أقول إنه واحد يكون شلون أوصف لك إياها، إنه واحد ليش يستعجل بالقرارات اللي يأخذها. هذا الغلط اللي صار بالمطعم مو معناته إنه الأونر مهمل أو الأونر في شغلات يسويها العامل يجي الإهمال من عنده. بتعرف شلون يجي يعني الاهمال من عنده. فدائما احنا نكون قنوعين بهذا الشيء. مثلا انا حبيت اذا صار هذا الموقف يصير وياي اجي مثلا اخذ على طريقه غير مباشره، او احكي ويا الاونر او احكي ويا السوبرفايزر، لان مستحيل اكو مكان او تدخل في بزنس بي ما بي اونر ما بي مانجر تقدر تحكي ويا بطريقه خاصه تفهم الاغلاط اللي تصير بهذا المكان او النقوصات اللي تصير بهذا المكان. نعم. بس المشكلة احنا انه ما عندنا صبر، رأسا نتنفذ، رأسا نعرض الموقف انه فلان شخص بيتصرف ليش في فلان، السيرفيس مالتهم ما حلو، اكلهم ما طيب، او صالونهم السيرفيس مالتهم ما حلو. هاي المشكلة اللي بينا. صحيح كلامك على عيني وعلى راسي. وانا اذا سمعتيني بداية انا ويا اصحاب المطاعم ويا اهل البزنس انه يعني ما حد يطلع عيوب باي واحد بيهم. لان قلت لك اليوم انا اكل ما عجبني، يجوز انت هذا الاكل يعجبك، فاني ليش اروح اكسر بي؟ وايضا اي شيء يصير باي بزنس كان مرات تصير سهوا،
زين اقول لك فشي، شنو رايك اكو ناس يتمنون يصير هذا الموقف فيهم حتى يفرضون على صاحب البزنس ياخذون هاي الحاجه ببلاش وهاي دبه صغيره؟ والله انا وياك 100% بهذا الموضوع، لان انا صاحبه البزنس. انا ما اريد ادخل كثير بهذا الموضوع، اتعمق بهذا الموضوع، حبيت احكي شيء سطحي بس بالنهايه انا قلت يعني احنا هر وين ما نروح وين ما نجي احنا هر طبيعتنا البشريه دائما بيها نقصات هواية، فليش احنا دائما خلينا نقول اذا كان عن طريق الاذاعة او اذا كان عن طريق اي محفل ثاني حلوة هالشكل تصير اتصالات، واحد ينصح الثاني، واحد يوضح شغلات للشخص المقابل، يعني دائما هذه الامور تخدمنا احنا كجالية عامة. واكيد بالنهاية يعني ان شاء الله احنا دائما ندعي ونقول الاغلاط والنقصات اللي بينا يا ربي انه صححها بينا حتى ما نقع بيها مرة ثانية. أنا كلش فرحانة. إذا أنتم شوية وقت. نعم. أي أنا كلش فرحانة بيك لما. تفضلي. نعم. تفضلي. يا. احكي. أنا كلش فرحانة بيك إنه هذا الموقف اللي صار وياك تنظير غيرك حتى الغير يتعلم. أنا أتعلم، أنت تتعلم، الغير والغير والغير. لأنه باوع أنا هواي صار وياي مواقف، طبعاً هم أنا صاحبة بزنس عندي صالون. هواية بنات يصير عندهم مواقف ويا أشخاص اللي يشتغلون وياني يجون يتعصبون يصيحون ليش هالشكل ليش هالشكل. أخي أنت صار وياك بهذا الموقف ويا هذا الشخص، بس مو كل الشخص اللي يشتغلون صار وياك هذا الموقف. نعم. يعني حاولوا أنه تسامحون، حاولوا أنه تاخذوا الموضوع ببساطة. نعم. حاولوا أنه تحلوا الأمور بالهدوء وبال يعني مو كل شيء نتعصب، إحنا مشكلتنا ما أعرف ليش صايرة بالناس هالشكل. نعم. اسمحي لي ست آن أقول لك شيء، طالما أنت عندك بزنس هل أنت تطبقين الطريقة الأمريكية إنه تسوين سيرفي للزبائن مالتج؟ عندك هالأسلوب هذا بالصالون؟ يعني شوفين شنو رأيهم بلا ما تعرفين هذا قال هذا الشيء. يعني من يجي الزبونة أو حلقة نسائية اثنين أنتم يجون مثلا تنطين فت كارت مثلا تكتبين مثل ما مكتوبة بالبقية البزنسات إنه رأي الناس إنه بالخدمة بالجو بالنظافة. بالتعامل بالسعر بالنظافة وإلى آخره. أنت مسوي هالشيء هذا؟ إحنا نسمعهم إحنا مو سمع. شوفي إحنا كعراقيين نمشي ورا ورا الحكي هواية. أنت أنا أنصحك أي نصيحة؟ نصيحة مهمة، خبرة بالتجارة سنوات عديدة. فعلا. وبعدين إحنا هذا شفناه في أمريكا، إحنا في بلادنا ما كان أكو سيرفي. في بلادنا إحنا كنا نمشي على الناس على الحكي. قالوا إيش حكوا وكذا، وأكثر ناس تحكي مو صحيح يعني. صحيح. هسه في امريكا اسلوب موجود، فاني مثلا من اريد اجيب زوجتي على الصالون مالتش مثلا على سبيل المثال. نعم. مو هالشكل. اني اطلع اسم صالون مالتش واطلع مثلا بالجوجل اشوف كم نجمه ماخذه. ايه. اذا ماخذه مثلا ثلاث نجمات اربع نجمات حتما زين، فما اهتم كلام الناس. فعلا. لانه ما معقوله مثلا 20 30 شخص يقولون زين يمدحون، شخص واحد يقول مو زين. هذا شخص حاقد يكون. ايه. فانت انصحك يا اختي العزيزه. صحيح. انه تسوون سيرفي انه هذا الاسلوب الامريكي هو صحيح. صحيح. عن دراسه. عن دراسه وعن جد هذه يعني الشركات الكبيره. فعلا. قامت على هالاساس هذا. صحيح. تشوفين شلون؟ في كل شيء. صح. يعني احنا انا طالب في كليه هنا. نعم. كل نهايه كل درس الاستاذ مالنا يطلع يجي شخص اخر يسوي سيرفي للطلاب بدون ما نكتب اسم. يسالنا هل فهمت الدرس؟ هل مدرس زين؟ هل كذا 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 كذا؟ وعلى هالاساس في امريكا يبنون خططهم، يسوون يعني يطورون نفسهم. مثلا اذا شافوا من 20 شخص 15 يقول مثلا المطبخ او البزنس مو نظيف، فيصير عنده قناعه صاحب البزنس انه البزنس ماله مو نظيف او سعره غالي على مثال سبيل المثال. فعلا. شوفين شلون؟ فعلا صحيح. فانصحك هالطريقه هذه حتى انت تبعدين القيل والقال من القيل والقال، تبعدين عن الشك وتوصلين اليقين. فانصحك تستخدمين هذا الاسلوب انت وكل اصحاب البزانس يعني بجماعتنا. يعني شنو اللي يريد يشوف من هي ان ومن هو محل مالتها؟ نعم. من يفتح الانترنت يشوف الناس تحكي عليك، يشوف كم نجمه عندك. فاي احد يحكي يقول لا هاي ان هالشكل، هاي ان هالشكل، هذا غالي. بالعكس، من يشوفون اسعارك يروحون يمك يقرون الناس الاخرين ايش كاتبين عليك بالانترنت، ما يعني ذاك الانسان ما يقعد يخلي اذنه على القيل والقال ابد. يعني هاي دراسه. يا صح.
هاي نصيحة طبعا مني ومن استاذ أصمت. استاذ أصمت صاحب خبرة مو هنا بس بأمريكا بالعراق يعني لا هسه احنا هنا مثلا من على سبيل المثال قلت انا اريد اودي زوجتي على صالون نعم انا ما اعرف جديد جاي هنا هسه يا صالون زين ايه؟ يقول صالون فلاني افتحها بالجوجل اشوف تعليقات ناس شنو او مثلا عندي انا سويت عمليه مال عيوني هنا همينا قلت انا ما اعرف جديد جاي هنا بعد اول سنه سنتين شلون نعرف اطباء زين قال لي ابو سيرفي افتح الجوجل دكتور فلاني انطوني ثلاث اسماء ثلاث دكاتره على سبيل المثال فتحت الجوجل سويت سيرش انه دكتور فلاني اي عليه خمس نجمات دكتور بي عليه اربع نجمات دكتور ثلاث عليه ثلاث نجمات فاني فتحت شلون تعليقاتهم اقتنعت بالتعليق ورحت والحمد لله وأعطيك خاتمة أيضا كلام قبل الخاتمة خلينا نسمع براين يلا إيش رأيك كلام آخر لسيدنا المسيح أنا بعدين أذكره بالأخير تفضلي تفضل أستاذ براين إيش رأيك بهذا الكلام حقيقة كل 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 نصائح الأستاذ عصمت نعم. صحيحة 100% أنا واحد من الناس استعمل هذا الأسلوب حتى في خلال من أنا كثير أسوي أشياء أونلاين لما أريد أشتريها أروح على الريفيوز أشوف الناس إيش حاكين عليه إيش قاين عليه فهي أكيد هذه كلش مهمة لأي بزنس كان صغير أو كبير مهما كان بس إذا تسمحوا لي نعم. شوية رح إذا أكو بعد وقت ليه أكو تفضل نعم أكو فت قضية هاليوم خلينا نقول إنسانية نعم كثير إنسانية ايه؟ يعني بالمجتمع هي على الصير هنا كثير من الأوقات اليوم جاي نعيب على ناس ما نعرف شنو ظروفهم ما نعرف شنو وضعهم يعني خلي كلنا احنا اليوم نراعي هذا الشيء كثير من الناس تشوف مثلا الناس خلي نقول على مستوى العمل عمال كلهم سوية اذا كان عندهم مثلا عامل مثلا خلي نقول ما يلبس هدوم يبدلها كل فترة خلي نقول يلبس نفس الهدوم يومين ثلاثة شوية تجي ريحة من عنده يصير تعيب عليه ويقومون يحكون عليه هذه اعتقد يعني فت قضية مو حضارية نهائيا ما نعرف اليوم خلي نقول شنو ظروف هذا الشخص يمكن ما عنده امكانية انه يشتري على طول هدوم يمكن ما عنده امكانية يخلي له فد ريحة $50-$60 يا بطر اكو ناس هنا نحن صح في امريكا بس اكو ناس صدقوني ترى ما عنده هذيك الامكانية تصرف هذاك الصرف صحيح فشوية خليها اليوم كلش مهم من عندنا الراعي ظروف كل الناس بأشكالها بألوانها بأطيافها صحيح هذه لأنه ليش أنا حبيت أحكي عليها كثير صايرة يقول لك يا معود أنا ما أحب أمشي ويا فلان ريحته تقتل هدوم وسخة ما حلوة يا أخي ما تعرف شنو ظروفها إذا أنت بيك خير وأنا إذا بيا خير وأشوف هيك شخص أروح عليه بيني وبين نفسه يا أخويا يعني ليش وضعيتك كذا هل إمكانيتك ما ممكنة تحتاج مساعدة بخير انصح وحكي وياه شوف شنو قضيته أكو ناس هواية ترى محتاجين ولكن ما يحكون كثير ناس أكو محتاجين وإحنا ما نعرف بيومين أنا بس هم ما يقبلوها على نفسهم يروحون يقولون الناس أنا محتاج أو أنا كذا أو أنا كذا أو كذا فأعتقد هماي القضية شوية لازم مطلوب من عندنا إحنا كمجتمع أن كنا إنه الراعي هاي القضية صحيح. وما نحكم على الناس من ملابسهم أو من وضعهم أو من مهما كان وأنا يعني حقيقة كثير أشكركم وأشكر أستاذ أصمت وأشكر أخت آن وأشكر كل المستمعين وأسلم عليهم واحد وأطلب دائما من رب العالمين انه ربي اذا انا بي اغلاط وبي امور ناقصه انه تساعدني انه اقدر اتخطاها واتجاوزها ومثل ما اتمنى الموفقيه لكل الناس ان شاء الله. شكرا براين على المداخله الحلوه اللي سويتها اليوم يعني مشتاقين لصوتك احنا دائما يعجبنا انه نحكي وياك كل يوم نسمع من من التجربه مالتك فنشكرك هوايه صار تفاعل قوي بالفيسبوك الراديو الكلداني هوايه من مستمعينا ينطوك تحيه كبيره مع شلون لايكات هوايه ويؤيدون حكيك 100% اعتقد استاذ اصلا يعني خاتمه يعني الموضوع هذا yeah. يعني ال يمكن أكون اتصال وياك؟ أوكي دقيقة آن كم الاتصال؟ نعم حياتي آن ويانا تفضل ست آن نعم تفضلي قبل ست آن أعتقد براين يريد يروح براين عندك كلمة أخرى؟ لا
لا اكيد انا سلامي للكل واشكركم شكرا جزيلا عزيزي. تعلمت كثير من عندك شكرا جزيلا. بس ارجو تبقى الاخ لحتى تسمع الخاتمه مالتي. نعم تفضلي ست ان. نعم اكيد راح اسمعكم على السماء. مع السلامه براين باي. مع السلامه يعني. تفضلي ست ان. ان اذا نعم. انت شحت شاي يا احكي. أنا هم راح أعوفكم هسه وطبعا أشكر على هذا البرنامج الحلو وهذا الموضوع الحلو. شكرا جزيلا. الحلو أنه كل واحد ينطي رأيه يعني حتى البقية اللي يسمع يستفادون من هالأغلاط أو يستفادون من هالمواضيع اللي تصير. نعم صحيح صحيح. شكرا جزيلا على اتصالك ودائما تكونين ويانا. نعم تسمعينا. أختم كلامي أختم كلامي دقيقة خلي فضلي. بس لأن أنا أدهم من شغل. تفضلي. يا أوكي أوكي ريدي أسأل خليته. لا لا مو عدنا الخاتمة بس قبل الخاتمة أستاذ أصمت أكو سؤال تفضل بس إذا أكو سؤال استفسار. نعم أوكي أنا مع السلامة حبيبتي. أوكي حياتي مع السلامة باي. ما أدري إذا عدنا اتصال آخر ما عدنا. أوكي أستاذ أصمت فإحنا من لازم كل عمل نسويه أو لازم نطلع بنتيجة. شنو استفادينا من هالساعة هذه؟ نعم يعني شنو أوتبوت؟ نعم شنو أوتبوت؟ شنو إحنا استفادينا؟ طبعا إحنا استفادينا من أسئلتكم. نعم وأنتوا استفاديتوا من توجيهاتنا. نعم مو هالشكل؟ فيكون تفاعل بين الطرفين. فالخاتمة أنا حتى تكون مفيدة ودرس إلي أولا أنا إلي نفسي. نعم. أعلم نفسي وأعلم أقربائي وأصدقائي وأفهم الناس إنه سيدنا المسيح قلنا إحنا نرجع إلى أدبياتنا قال ماذا ينفع الإنسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟ فعلا إناء السيد المسيح ما يقصد خسارة مادية. لا خسارة يعني بالثقة خسارة بالشك خسارة بالظن. مو هالشكل. بعدين أنا ليش أكد على جماعتنا أنه كل مستمعين راديو الكلداني نرجع إلى أدبياتنا نرجع إلى دستورنا إلى دليلنا لأنه شنو التربية المسيحية هو 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 أساس في كل شيء. فتشوفين التربية المسيحية تنهي الشكوك والظنون وهالشؤونطة كثير أمثال وحكم. فعلا الخاتمة هي قول سيدنا المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. فعلا فعلا صحيح. وشكرا جزيلا على صبركم ويانا واستماعكم لنا. نتمنى نلتقي وياكم في فرص ثانية. طبعا قبل ما نروح نسمع فتغنية وبعدين وراها ما أدري حيكون عندنا مجال نسوي وقفة أخرى ما ساخذت قشمة بس أريد أنوه يمكن إلي أول شيء وبعدين المنو تيريد يسمعني هسه إنه سالفة القيل والقال هاي شوية نخففها أستاذ أصمت شو رأيك؟ أنا أعطيتكم منهج أعطيتكم دليل أعطيتكم جايد دليل. فأكو هواية يحكي مثلا اللي تيشتغل يحكي على صاحب العمل إذا يوجهوه أو فشي ينتقدهم ويصير يحكي نيجاتيف يعني بالسالب. أكو منهم لا يعني يجيبون عمال أو يشتغلون يمهم كل فترة يبطلون العامل بحجة معينة إنه هذا ما يعرف يشتغل هذا سرق هذا هالشكل واللي هي هواية من عندها تلفيق لأنه يعني من تلفق على شخص يريد بعدين يروح يشتغل مكان آخر شون حيقدر يشتغل يقولون هذا فلان هالشكل سوى صعبة ما يحتاج ريكومنديشن ما يحتاج ريكومنديشن فهاي يقطع رزق هاي يسموها يقطع رزق وهم يعني يدمر عائلة إذا عنده عائلة احنا مو مثل نقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق فعلا فهاي سالفة القيل والقال لأنه هاليوم ما صار عندي مجال أحكي أنا بهذا الموضوع كان عندي هواية أشياء مخليتها ببالي أنه أفتحها لأنه موجودة هنا بسانتياغو أنا هحكي على سانتياغو ما أريد أحكي على باقي العالم أعتقد عندهم نفس المشاكل اللي عندنا إحنا هنا أتمنى هالمشاكل تخف يعني أمنيتي الأكبر أنه تروح بعد ماكو بس أعتقد أنه حتكون موجودة ويانا بس أتمنى أنه تخف قبل ما نحكي على أحد مهما كان إذا كان بالشغل كان صاحب عمل كان هو العامل أو كانوا بالبيت الحمات الكنة الحما أو كانوا يعني اثنين تركوا بعض طبعا هاي بعد المصيبة أكبر لأن كل واحد يقول آني وآني وبعد أكو بين أصدقاء خاصة إذا انفصلوا أصدقاء كل واحد يبدي يحكي مساوئ الآخر أو أسرار الآخر هاي سالفة القيل والقال إذا نخففها إذا نخلي ببالنا يجي فات يوم ونحكي ويا ذاك الشخص مرة ثانية شلون نشوفه بعينه فقبل ما نحكي خلي احنا نفسنا مكانه نقبل احد يحكي علينا لا طبعا فهاي اذا نخليها قدامنا ممكن يعني هاي سالفة القيل والقال تخف
لا تدينوا لكي لا تدانوا. يعني هذا ما قبل ما واحد يحكي على ثاني، اعتقد اذا يقعد يفكر في شيء ايجابي ويحكي، يمكن المقابله ورا فتره حيحبه اضعاف اضعاف، لان حيقول هذا انسان كنا ملاك. شكو بها اذا يعني ينطون ان الناس هالعباره، شلون حلو حكيه، شلون حلو يعني اسلوبه. بس من اني اقعد ويا احد فت مره حكى على فلان، بعد مره ثانيه حكى على فلان، ما ادري شلون اجتني سالفه، اوه هذا فلان هالشكل، هذا اكلهم هالشكل، هذا تصرفه هالشكل، انا حشوف ذاك الشخص هم اذا كان انسان ناجح ومثقف وصاحب شغل يعني عنده بحاله، وها يعني متمكن الى درجه، انا حشوفه بنظره صغيره، لانه الكلام اللي يطلع من الانسان هو اللي يكبر بعين الناس وهو اللي يصغر بعين الناس. ايش رايك استاذ اصمت؟ كلام صحيح. كلام صحيح. وبعد عندي هوايه اشياء بس الوقت ما يكفي، هسه وصلنا الختام اعتقد. ها هي فد موسيقى حلوه. موسيقى اوكي، نروح نسمع موسيقى ونرجع. نعم، شكرا جزيلا الكل اللي كانت يسمعنا عن طريق الاب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق اليوتيوب، اللي اتصلوا بينا يعني هاليوم رقم قياسي كان عندنا اتصالات. نشكر استاذ اصمت انه كان ويانا هاليوم، وان شاء الله يكون ويانا دائما دائما. احنا بالخدمه دائما، ورسالتنا عبر راديو الكلداني انه الشيء اللي نعرفه نوصله، نخدم ابناء شعبنا في كافه ارجاء العالم، كافه بقاع العالم. أتمنى لكم الموفقية، وأذكركم أيضا مثل ما قلت كلام سيدنا المسيح، أنا هو الطريق والحق والحياة. فعلا كلام ذهب، التزموا بهالآية وتعيشوا سعداء فعلا، وربي يوفقكم. طبعا أشكر كل اللي كتبوا لنا بالفيسبوك الراديو الكلداني، وهاليوم ما شاء الله دخلوا ويانا هواية فنانين أدباء. طبعا أشكر آخر شيء، آخر تعليق اللي هسه انكتب من الفنان داني أسمرو، شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما نسوي الأشياء اللي تحبوها. إذا عندكم أي اقتراح تقدرون تتصلون بينا تكتبون لنا، وإحنا يعني نكون ممنونين لهالشكل اقتراحات بناءة. بالفعل بالفعل. مستمعينا الكرام.